يا ابو جبل ما يهزك ريح. واد واد بصراحه، صلاح لعب يا راجل، ده في حته هجمه الاول التاني التالت الرابع، شاط اتصدت ماشي، بس فرش اربعه. انني تقسيم مفيش بعد كده. حمدي انا بصراحه بصراحه حقيقي يعني، ادي كنت اللقطه اللي كنت بقول عليها لاميمه والهام، صلاح هو بيكلم ابو جبل الزار ايه، بيديله السر يعني، خد بالك انا عارف مانيه ده حبيب وشقيق بنلعب مع بعض، بيشوط بالطريقه الفلانيه، فخد بالك. ابو جبل سمع الكلمتين في التمام، هو جاهز ومتحضر، ما شاء الله ما شاء الله. مانيه ضرب حته مدفع غير طبيعي، حاجه برضو يعني تدعو للاعجاب. ابو جبل يدعو لاعجاب. بص القصايطه دلوقتي قاعدين مما لا شك فيه، عندهم حاله فخر بابو جبل غير طبيعيه، وطبعا هي مصر كلها فرحانه بيه الحقيقه. خد بالك، دي بقى اللقطه الثانيه، يعني بعد ما صلاح كان بيتكلم مع ابو جبل، منير راح حاول ان هو ايه يفض الاجتماع السريع، وبيشاور لابو جبل على المرمى اللي هو ايه، ارجع بس انت على مرمك عشان عايزين بس الله يخليك نسدد بقى كده وربنا يسهل ومش عارف ايه. من الاخر كده انا اقول لك ايه، اقول لك ان شاء الله ان شاء الله احنا فايزين 1-0. يعني في زمايلي مثلا خالد الليسي بيقول لي لا 3-1، طب انا بقول لك 1-0. الشوط الاولاني ده اقدر اقول لك بالطريقه بتاعه كيروش اللي احنا اتعودنا عليها، يعني ده تسخين وعمال بيجس نبضه، بيشوف السنغال هتلعب ازاي ومراكزهم ايه وهكذا، وهتشوف باذن الله الشوط التاني بدا ولا لسه يا اولاد، بدا الشوط التاني بدا. فالشوط التاني ان شاء الله بقى ايه، هنلاقي اللعب بيبدا ينتقل الى مستوى اعلى، مستوى غير متوقع. هنا الشوط التاني ده قولوا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى احنا هنسدد باذن الله اول هدف وهنخلص لحد كده. طبعا في عندنا بقى ايه حاجز منيع امام ابو جبل، صخور الدفاع المصريين. ابو جبل تاني ما يهزك ريح، قدها وقدود. انا في حياتي في حياتي ما شفت فرقه بتلعب بالاستقتال ده ولا بالتناغم ده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم لا حسد ما يحسد المال اللي أصحابه زي ما بيتقال. خليهم كده، ادعوا لهم شجعوهم بإذن الله، احنا راجعين بالبطولة رقم 8. احنا معانا على التليفون زميلنا العزيز أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مركز شباب التوفيقية على الهواء مباشرة. أبو حميد الله 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 الله، انا شايف قدامي مركز شباب التوفيقيه، يعني مساء الخير، اجواء حماسيه جدا. يمكن دلوقتي الشوط الثاني بدا بالظبط بالظبط، فعلا الشوط الثاني بدا دلوقتي منذ لحظات قليله جدا، وفي اجواء حماسيه جدا هنا، وفي يعني حماس من الجمهور، اعلام مصريه كله مترقب، يعني ممكن الناس هنا متواجده من قبل بدايه الماتش من حوالي مثلا نقدر نقول ساعتين او اكتر، من قبل الساعه 9 يعني هم متواجدين من الساعه 7 تقريبا لمتابعه المباراه مصر والسنغال في بطوله امم افريقيا المباراه النهائيه. خليني اقول لك ان مصر وصلت لنهائي امم افريقيا دي المره العشرة في تاريخها، واذا اتكلمنا عن المواجهات اللي جمعت ما بين مصر والسنغال هنلاقي ان مصر فازت على السنغال 9 مرات في اجمالي المواجهات اللي واجهتهم، سواء كانوا داخل بطولات او في لقاءات وديه، وده كان اعلى يعني كان اعلى نسب فوز على السنغال من اصل 17 مباراه واجهتهم ما بين مصر والسنغال. احنا دلوقتي شايفين الشوط الثاني وفي تتبع ومتابعه كبيره جدا من الجماهير الموجوده هنا بالعشرات، وطبعا في اسر بالكامل موجوده لمتابعه المباراة ومؤازرة منتخب مصر منتخب الفراعنة، والأطفال كمان أعمار سنية كبيرة يعني صغيرة جدا موجودة بتتابع الماتش بلهف وحب
خوف شديد جدا، وكلهم يعني اتكلمت مع عدد كبير منهم كلهم قالوا ان شاء الله هنفوز، ان شاء الله هنحقق اللقب الثامن لمصر ولمنتخب الفراعنه، من احنا حصلنا على اللقب السابع اخر مره في سنه 2007 ان شاء الله نحصل عليه المره دي في 2022 على اللقب الثاني واللقب الثامن طبعا. وزي ما شفنا طبعا لو اتكلمت عن اجواء الشوط الاول من المباراه اللي انتهى بالتعادل السلبي، ولقينا فيه صمود كبير جدا من لاعبتنا لاعبه المنتخب الوطني، وكمان الكوره اللي صدها وكلنا شفناها الكوره اللي صدها ابو جبل قد ايه الجمهور هنا تفاعل معاها بشكل كبير جدا، ومجرد ما ابو جبل استطاع وتمكن انه يصد الكوره الجمهور كلها قامت يعني في نفس واحد ويعني كلها رفعت ابو جبل طبعا، وقالوا يعني هم قد ايه كانوا سعداء بالاداء البطولي الاداء الصامد لمنتخب مصر امام منتخب السنغال، وباذن الله يوسف هنفوز وهنحقق اللقب الثاني. وانا متابع معاكم الاجواء هنا مع الجماهير المصريه اللي متابعه بترقب وشغف كبير جدا لغايه ما هنفوز وهنقدر نحقق اللقب ونحصل او يعود ثاني منتخب الفراعنه من الكاميرون من مدينه ياوندي في ملعب اولمبيلي بيقام في المباراه دلوقتي. ان شاء الله هنرجع بكاس كاس الامم الافريقيه لمصر ونسعد الملايين من الجماهير المصريه والعربيه. وكمان عايز اقول لك ان الى جانب الجماهير المصريه اللي موجوده او متواجده هنا دلوقتي في كمان عدد من الجماهير العربيه، في اشقاء من دوله الجزائر وفي المغرب كمان اللي بيشجعوا بيساندوا جدا منتخب الفراعنه منتخب مصر الى جانب اشقائهم من المصريين المتواجدين هنا بحماس شديد جدا بيتابعوا المباراه، يمكن كله بيكتم انفاسه عند الكرات سواء عند مرمى ابو جبل طبعا وسواء اول ما محمد صلاح كمان حلو ابو حميد حلو بيقترب من منتخب مرمى منتخب السنغال كله طبعا بيقطع الانفاس علشان يدخل الهدف وباذن الله هنفوز. بص ابو حميد بقى انا معاك يا يوسف، بتقول لي في عندك هناك ناس من الجزائر وناس من المغرب وبتاع، انا بقى هحتاج منك هتعبك حبتين لفتك الحلوه كده لو الناس دي قريبه منك، فعايزين نسمع منهم هم بيشجعوا المنتخب المصري ده من ناحيه، وعاوز اعرف بس منهم بالتحديد توقعاتهم ايه الماتش النهارده، لو في سكتك حد من اخواننا المغاربه او الجزائريين الموجودين خير وبركه، ما فيش في سكتك دلوقتي لف كده هتلاقي المصريين، انا عايز في السريع في الفورتي فورتي الماتش هيخلص كام كام؟ طيب تمام، يعني يمكن انا اتكلمت مع عدد من الموجودين دلوقتي هنا وهم كلهم بيقولوا ان شاء الله هنفوز، في البعض اللي قال ان هو 1-0 وفي بعض قال 2-0 وكمان المغاربه والجزائريين يعني هم ما قالوش بالظبط هنفوز قد ايه، ولكن قالوا ان شاء الله المنتخب المصري هيفوز. ممكن كمان لو تحب ان احنا نجري لقاءات سريعه مع عدد من المواطنين احنا معانا، ارجوك تعال اقرب على الهواء قول لي تتوقع الفوز كام لمصر النهارده ومين اللي هيدخل الجول؟ صلاح هو اللي هيدخل الجول. عايز اقول لك يا يوسف ان الجماهير المصريه يعني حاطه امال كبيره جدا على نجمنا العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الانجليزي، ان شاء الله هياخدنا للبطوله للقب الثامن في تاريخنا. شايف ان احنا ممكن يعني ندخل كام جول؟ ممكن ندخل زي ممكن 3-4 3-4 يعني هو احنا ان شاء الله يا رب باذن الله نحقق الفوز. طيب قول لي تعالى قرب قول لي اتعرف كده نجيب اسماء كتيره شكرا ماشي يا رب باذن الله 3 ممكن لغايه 6 ان شاء الله يا رب باذن الله. قول لي اتعرف بيك حازم قول لي يا حازم تتوقع هنفوز كام ممكن 2-0 يعني 2-0؟ بإذن الله يا حازم إن شاء الله، حازم قال 2-0 إن شاء الله هنفوز وهنكسب السنغال وهنسعد الملايين من الجماهير المصرية، طبعا كل الأطفال المتجمعة عايزة تنقل فرحتها لعدد خليهم قول لي تتوقع هنفوز كام دوس معاهم 3-1 3-1 4-1 4 و
واحنا ممكن نلعب ضربات جزاء ونكسب ان شاء الله. هنا ده بقى راي جديد، احنا هنلعب ضربات جزاء وهنتمكن من الفوز على منتخب السنغال زي ما عملنا مع اسود الكاميرون. يا رب نكسب. يا رب نكسب باذن الله. واحنا المفروض اصلا هنكسب، عشان احنا المفروض احنا عملنا جهد كبير عشان نوصل لكده، فاحنا المفروض نكسب ان شاء الله. ان شاء الله هنفوز طبعا. الاجواء كلها حماسيه، كله تفاؤل. احنا بنتابع معاكم الاجواء دلوقتي وهنلاقيها لحظه بلحظه على الهواء مباشره. في كوره دلوقتي خطيره، والحمد لله. يعني عايز اقول لك احنا على الهواء دلوقتي واحنا بنتابع المباراه، ابو جبل تمكن من صد كوره غايه في الصعوبه، غايه في الصعوبه. يمكن الكاميرا نقلت من خلفي الاجواء قد ايه الناس متحمسه وسعيده جدا بابو جبل اللي تمكن. هو يعني هو فعلا النهارده في مباراة مصر والسنغال أبو جبل هو بطل مصر، بطل المباراة، تمكن من إنقاذ شباك منتخب الفراعنة من كرات تكاد تكون صعبة جدا جدا. الأولى اللي هي في الشوط الأول اللي شفناها، ودلوقتي منذ لحظات كرة أيضا كانت في غاية الصعوبة، استطاع أبو جبل إنه يصدها باحتراف كبير جدا. يعني هنتابع معاك الأجواء. لا هات البنوتة بقى، في بنوتة واقفة جنبك متطلعة، اسألها كده. هنتابع معاكم لغايه ما نفوز باذن الله. في بنوته لطيفه واقفه جنبك. ازيك، اسمك ايه؟ اسمي نورهان. نورهان، قولي يا نورهان، يعني انت تتوقعي الفوز كام؟ 5-0. 5-0. نورهان بتقول 5-0. يسمع من بوك ربنا يا نورهان. مين اللي هيدخل الاجوان؟ محمد صلاح. زي ما قلت لك الاطفال هنا يعني حاطين امال كبير جدا على محمد صلاح، هو نجمهم. اقول ايه؟ عايز تبقى هنفوز كام؟ ايه؟ هنفوز كام؟ 5-1. 5-1، يعني الاطفال سعداء جدا، عندهم امال كبير جدا ان احنا ان شاء الله هنفوز، وكله يعني حاطط امال على محمد صلاح ان احنا هنحقق الفوز، وهيكون محمد صلاح ان شاء الله نجمنا، هو هيقودنا مع باقي لعيبه المنتخب الوطني جميعا اللي بيتعاونوا على رجوعنا بكاس الامم الافريقيه وحصولنا على اللقب الثامن. شكرا يا ابو حميد. يوسف هنتابع معاك الاجواء المباراه لحظه بلحظه لغايه ما هنفوز باذن الله، وهنطلع ونشوف اجواء فرحه الملايين من المصريين في الشوارع النهارده باذن الله. النهارده مش هننام، النهارده هنفضل صاحيين وهنحتفل باذن الله باللقب الثامن وفوزنا بالبطوله. اليك في الاستوديو باذن الله. اشكرك جدا زميلنا العزيز احمد الحسيني، مراسل التلفزيون المصري وبرنامج التاسعه من مركز شباب التوفيقيه. لا احنا نبعت نجيب عشاء، والله تصدقوا انا طلبت من زملائي قلت لهم يا جماعه ما تبعتوا تجيبوا لنا عشاء بقى كده ونقعد ونسهر، خصوصا ان احنا النهارده ان شاء الله كريم رمزي رجع لنا بالف صحه وسلامه، فانا شبطت ان انا اطلع مع كريم شويه كده لعل يكون العشاء متاخر ولا حاجه فالحق بدل ما اروح. تصدق ده احنا احتفالا بالماتش جبنا العشاء، انت ما لحقتش معانا. لا ده انا قاعد فيهاش هزار. بصوا يا جماعه احنا باذن الله سبحانه وتعالى هنفوز. طيب يا عم يوسف وانت تعلم الغيب؟ لا ما اعلمش الغيب ولا حاجه. احنا هنفوز في كل الاحوال، هنفوز بان احنا نكسب الماتش وخدنا البطوله، ولو ده ما حصلش فاحنا هنفوز لان احنا فعلا لعبنا حلو قوي، وفعلا اقدر اقول لك استقتلنا علشان نكسب، وفعلا الجمهور المصري اثبت قد ايه هو جمهور واعي وذكي ومحب لفرقته ومحب لمنتخبه ومحب للكرة المصرية. ففي كل الأحوال فايزين، وفي كل الأحوال هننزل النهاردة نحتفل. كسبنا الماتش بتاع النهاردة نازلين احتفال، ما كسبناش الماتش احنا كسبنا حقيقي أداء يشرف. ومش زمان جوا نحن نلعب لأجل الأداء المشرف، لا هو احنا بجد لعبنا اداء مشرف، وبجد واجهنا صعوبات كتير، وبجد واجهنا تحديات كتير، وبجد بجد بجد واجهنا كم غتاتة غير طبيعي، وعليه احنا فايزين. الليلة دي حفلة، كسبنا الماتش حفلة، ما كسبناش الماتش احنا كسبنا نفسنا حفلة، وهنحتفل وهننبسط وهنهيص، وهتبقى ليلة يا عمدة على رأي الفيلم بتاع الزوجة التانية رائعة صلاح أبو سيف. على كل حال احنا هنفضل نتابع دايما معاكم
دايما معاكم الاولى، دايما معاكم برنامج التاسعه، متابعه مستمره لحظه بلحظه للي بيجرى في الماتش، يتخللها متابعتنا الطبيعيه في السياسه وفي الاقتصاد وفي السينما في كل حاجه. خليكم معانا بعد الفاصل. طيب بصوا بقى، تعالوا نخش في كلام تاني مختلف شويه عن كلام الماتش، بس لو حصل حاجه هتلاقيني بنقول لك اول باول. اوعى تظن مشاهد التاسعه ان التاسعه هيبيعك ابدا. التاسعه معاك، اللي بيحصل في الماتش هتلاقينا بنقول لك عليه. حصل هجمه حلوه هنقول لك، دخلنا ان شاء الله اول جون هنقول لك، صدينا اجواء هنقول لك، كل حاجه باذن الله هتبقى موجوده. بما ان احنا لازم طول الوقت نقول لك ولازم نفهمك ولازم نشرح لك، علشان ايه؟ علشان حقك، حقك انك انت تبقى فاهم. بص، عارف انت واعتدل في جلسته، انا بقى الحته بتاعته واعتدل في جلسته. حلو؟ طيب بص يا عم، دلوقتي لازم نبقى فاهمين انه العالم كله على بعضه في مشكله. ايه المشكله؟ المشكله متعلقه بالفلوس، الاسعار. اوكي؟ طيب يعني ايه؟ في حاجة كده يسموها بالإنجليزي بوست كورونا، يعني ما بعد الكورونا. ما بعد الكورونا ده في إيه؟ في اللوز، في تأثيراتها على الجسم؟ لا، ده شق. الشق اللي أنا بتكلم عليه هنا هو الشق الاقتصادي. ما بعد الكورونا، محاولات العالم للتعافي الاقتصادي أو ما تسببت فيه الكورونا من أزمات اقتصادية على مستوى العالم. من ضمن الأزمات الاقتصادية اللي على مستوى العالم ده، دي ضربت مين مثلا؟ ضربت اقتصاديات ضخمة جدا، بل اقتصاد ضخمة، ده ضربت أكبر اقتصاد على مستوى العالم، الاقتصاد الأمريكي. أدى إلى إيه؟ فاكرين الأسبوع اللي فات كنت بشرح لك أقول لك إيه؟ أدى إلى إنه الولايات المتحدة الأمريكية رفعت معدل الفايدة على الدولار. يعني هنا أنا لما ببقى عندي أزمة بعمل إيه؟ أنا ببقى عاوز أجمع فلوس لأن أنا عندي أزمة كبيرة جدا جوه البنوك، فاضطر اعمل ايه؟ اقول يا جماعه طيب بص انا عايز اجمع الفلوس، فهعمل ايه عشان اشجع البني ادم؟ اقول له طب انا هرفع الفايده على الدولار. هل انا كده بشجع بس المواطن الامريكي؟ لا، ده انا كمان بشجع اي مواطن او مستثمر على مستوى العالم. تعالى تعالى، ده انا في عندي فايده على البنوك. الفايده على البنوك قبل الكورونا كانت وصلت، الفايده قصدي في البنوك في امريكا وصلت لصفر. دلوقتي لا، الفايده طلعت تاني بالموجب. شوف لحد فين امريكا. طيب بسبب برضو كل اللي حاصل في الكورونا، ايه اللي جرى؟ اللي جرى انه انا عندي ازمة كبيرة في الطاقة، فاصبح عندي سعر البترول قاعد عمال بيزيد، يعلى يعلى يعلى. هيفضل يعلى لحد فين؟ بعض الخبراء بيقولوا ممكن يخش يكمل لحد ما يوصل لمية دولار، سعر قياسي كان قبل الكورونا بكذا سنة بالمناسبة. يعني انت لو تفتكر كان الدولار شد، اسف البترول شد جدا، سعر البرميل شد جدا لفوق، وبعد كده بدأ ينخفض شيئا فشيئا، جات الكورونا ضحضحت الدنيا، بعد كده بدأ يشد تاني الى اخره. اهو البترول دلوقتي عمال سعره بيشد. طيب لما سعر الطاقة يشد كل حاجة لازم تغلى. ما هو البترول ده بمشتقاته بقى المختلفة انا بعمل بيه ايه؟ بشغل بيه مصانع سماد، بشغل بيه عمليات النقل، بشغل بيه تدوير كل الماكينات والآليات اللي أنا بستخدمها على سبيل المثال في الزراعة، وبطبيعة الحال في الصناعة. طيب يبقى أنا كده غليت عنصر أو عامل من عوامل الإنتاج بتاعتي اللي هو الطاقة، بنزين سولار زي ما يطلع، ده على مستوى العالم، أنا مش بكلمك بس على مصر، أنا بكلمك العالم. ففي حاجة سعرها غلي جدا، فأصبحت مصاريف التشغيل والإنتاج بتاعتي أغلى، وأصبحت مصاريف النقل بتاعتي أغلى. فالطاقة أدت إلى إيه؟ ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى إيه؟ إلى موجة غلاء أيضا في أسعار الغذاء. طبيعة الأحوال. طيب خلينا نحاول بقى نفهم إيه اللي بيحصل في الدنيا، وهل اللي بيحصل في الدنيا ده معناه ان مصر تبقى بمعزل عنه، ولا مصر هي جزء من الدنيا؟ هي مصر جزء من الدنيا، بس نفهم اكتر من دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. اهلا بيك يا دكتور.
مساء الخير على حضرتك يا استاذ يوسف وعلى الساده المشاهدين. ازي حضرتك؟ يا رب تكون ليله سعيده النهارده على الشعب المصري العظيم ويتوج المنتخب المصري يا رب. باذن الله يا رب. احنا كنا بنتكلم على مساله موجه الغلاء العالميه في اسعار المنتجات البتروليه بمشتقاتها المختلفه، وما ادى او ما ادته هذه ادى هذا الغلاء في اسعار الطاقه الى ارتفاع ايضا في اسعار الغذاء. في ناس لحد دلوقتي لسه برضو بتقعد تسال، طب وايه علاقه الاكل باسعار البترول؟ تمام يا فندم، زي ما حضرتك تفضلت، في ظل استمرار العالم وما يعانيه من تداعيات وباء كورونا ومدى تأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات في العالم، ويمكن الاقتصاد الأمريكي من أهم الاقتصاديات التي تأثرت في أزمة كورونا وأدى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير جدا، ولكن مع التعافي الاقتصاديات في العالم ومحاولة العودة مرة أخرى فكان هناك ارتفاع كبير في طلب السلع بشكل كبير جدا مع الانفتاح بشكل تدريجي وفتح حركة التجارة العالمية التي كانت مغلقة خلال أزمة كورونا، فبالتالي كان في ارتفاع في عمليات الشحن بشكل كبير جدا، وده أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والمنتج، فبالتالي تم تحميل تلك الزيادة على الأسعار وبالتالي أصبح هناك زيادة للأسعار. طبعا هي الأسعار طبعا كلها شاملة بعض بفكرة أن هناك لو حدث زيادة في أسعار النفط ومع الإقبال الشديد على الطلب في الوقود والطاقة من أجل عودة عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع التي توقفت لمدة أكثر من سنة ونصف خلال أزمة كورونا، فبالتالي أصبح هناك خلل في عملية سلاسل التوريد والإنتاج بسبب تلك الارتفاعات، فحدث هناك تأثر في بعض السلع على مستوى العالم. أيضا معظم الاقتصاديات تأثرت بشكل كبير جدا. أيضا هناك سببين رئيسيين من خلال تلك الأزمة. الحرب التجارية بين أمريكا والصين، الحرب دي ازدادت بشكل كبير جدا مع أزمة كورونا، وأصبح هناك معاناة للصين بسبب أزمة كورونا، لأن معظم دول العالم بتعتمد على الصين في عملية استيراد المواد الخام والسلع الأساسية. صحيح. فبالتالي الصين أثرت بشكل كبير جدا على دول العالم في زيادة تلك الحرب والعقوبات التي تفرضها أمريكا. أيضا السلع الغذائية وأسباب زيادة السلع الغذائية، في عامل رئيسي مهم جدا التغيرات المناخية التي تحدث في العالم وفي الدول كان لها تأثير كبير على المنتجات الزراعية وعلى زيادة السلع الغذائية، لكن أنا أرى أن الاقتصاد المصري أكيد هيتأثر وأكيد مرتبط بالاقتصاديات في العالم، ولكن تأثير الاقتصاد المصري هيكون تأثير جزئي وليس تأثير كلي، ويمكن احنا شفنا مدى صلابة الاقتصاد المصري في الأزمات خلال العشر سنوات الأخيرة، ليس فقط أزمة كورونا، كان هناك العديد من الأزمات التي أثرت على الاقتصاد، ولكن الاقتصاد المصري أصبح ذات قدرة اقتصادية على مواجهة تلك الأزمات وعلى تحقيق التوازن. يمكن معدل التضخم من الأسباب الرئيسية التي تؤثر على الأسعار وعلى زيادة الطلب، لكن هناك فكرة تحقيق التوازن. يمكن الاقتصاد المصري والدولة المصرية بتسعى إلى تحقيق التوازن في كيفية الخروج من تلك الأزمة وكيفية مواجهة الأسعار، سواء في الأسعار البترول التي تؤثر على العديد من السلع، فهناك العديد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في مواجهة تلك الأزمات والخروج منها بأقل ضرر. حلو جدا. طيب هنا بيجي دايما أسئلة، تيجي الناس تقول يا جماعة طيب يعني هو دلوقتي الحكاية دي هتأثر علينا إلى أي مدى، ويا ترى هل ترى الأسعار هتوصل لحد فين، إحنا مش عارف كلام من ده. أنا يجي هنا بقى محاولتي لإيصال الصورة، المسألة ما هيش مخيفة إلى هذا الحد، هو في أسعار هتزيد أو أغلب الأسعار هتزيد ودي طبيعة الأحوال، بس زي ما حضرتك قلت يا دكتور، هي مصر خدت مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية اللي بتقلل من حدة هذه الأزمة على
المواطن المصري، هل الموضوع طبعاً يدعو إلى قلق أو خوف أو هلع أو ذعر ما بشكل أو بآخر؟ تمام. شوف حضرتك أستاذ يوسف، يمكن في ظل الأزمة في 2020 ومع ظهورها في مصر شهر مارس 2020، يمكن الدولة مصر من الدولة الوحيدة في العالم اللي كان عندنا ثبات في الأسعار، وكان عندنا مخزون استراتيجي، المخزون ده كان مغطي أكثر من 9 شهور، وده كان حدث كبير جدا، ومصر واجهت الأزمة في عز الأزمة. ولكن في عام 2022 ومع استمرار أزمة كورونا وظهور متحورات عديدة والحرب التجارية بين أمريكا والصين، أعتقد أنه يكون في استمرارية في زيادة الأسعار. مصر هتتأثر بالأسعار طبعا، هتتأثر لأن مصر مرتبطة في دول العالم طبعاً، ولدينا حركة تجارة عالمية. ولكن يعني إيه الرؤية المقدمة من الحكومة المصرية في فكرة توفير السلع وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائيه التي يعني ده هي بشكل كبير تهم المحدود الدخل، ولازم يبقى في فكره تحقيق التوازن وثبات الاسعار والرقابه. يمكن الرقابه هيكون لها دور كبير الفتره القادمه في مواجهه زياده الاسعار. فالدوله المصريه بدات فعلا في اتخاذ اجراءات مهمه، من خلال اصبح لدينا قطاع الانتاج الزراعي، بدا في زياده مساحه رقعه الارض الصالحه للزراعه. أي السياسات المستخدمة لبرامج الحماية الاجتماعية اللي بتقدمها الحكومة المصرية من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات دي هتستقطب عمالة كبيرة، هتؤدي إلى تحسن مستوى دخل الفرد وكذلك مستوى الأسرة المصرية، التي تريد الدولة المصرية أن تصبح الأسرة المصرية أسرة منتجة بشكل كامل. صحيح. أيضا الدولة المصرية بتستهدف الفقراء من خلال مظلة الدعم النقدي، ودي لها دور مهم جدا في تحقيق برامج الحماية الاجتماعية ودعم محدود الدخل بشكل كبير جدا. الدولة المصرية خلال عام 2020 الفترة القادمة إن شاء الله سيكون هناك سياسات مستخدمة مهمة جدا، سواء من الدولة أو البنك المركزي، في دعم الاقتصاد المصري وفي تحقيق عمليه التوازن في معدل التضخم حتى لا يصل الى اكثر من ذلك. حلو جدا، انا بشكرك جدا 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 دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي. تعالوا يا جماعه هجيب لك برضو كلمتين كده من الاخر وقد يكون فيهم الشفاء. حضرتك لاحظت ان سعر الغاز ما زادش ولا ما لاحظتش؟ يعني اخواتنا واهالينا واصدقائنا اللي عندهم عربيات بتشتغل بالغاز، حضرتك لاحظت ان سعر الغاز ما زادش؟ طب سعر الغاز المنزلي برضه ما زادش، خد بالك بس من الحته دي. حلو قوي. ليه سعر البنزين يزيد بس الغاز ما يزيدش؟ ليه سعر الاكل يزيد بس الغاز هكمل لكم حدوته الغاز والاسعار، بس ارجوكم دلوقتي في الحدث الماتش. زميلنا العزيز احمد عبد الصمد موجود دلوقتي في الماتش ومن مدرجات المشجعين المصريين بالكاميرون وماتش مصر والسنغال. احمد انقل لنا ما يحدث، المايك معاك يا مولانا. يوسف، يمكن زي ما انت سامع هتافات المشجعين المصريين هي يعني اللي بتسيطر على المشهد هنا. يمكن الهتاف الاعلى دلوقتي اللي بيردد حاليا هو يا رب، كل المشجعين المصريين دلوقتي بيهتفوا هتاف واحد بس، يا رب، وتحديدا بالهجمه الحاليه اللي كانت موجوده لمنتخب مصر على منتخب السنغال، لكن يعني للاسف راحت مننا الهجمه دي. خليني اقول لك سريعا يا يوسف، يمكن المباراه بدات بدقيقه حداد على روح الطفل ريان المغربي، الله يرحمه طبعا. ويمكن كان الملفت للنظر ان مش فكره اللعيبه بس هم اللي افتكروا ريان، لان الجمهور ايضا كان يعني معاه صور، والصور دي بدا يرفعها في المدرجات الجمهور المصري للطفل ريان، يعني تحليدا لذكرى، وفي نفس الوقت يعني وكان الانسانيه كلها اجتمعت في مباراه اليوم ومنذ 5 ايام مضت على يعني حب هذا الطفل ربنا يرحمه طبعا. احمد انا اصل انا الصراحه شفت صورتك
يعني أنا شفت صورتك وشفت فيديو وأنت بتحمل أيضا الصورة بتاعة ريان وفرحت جدا وخدت بالي إن كمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمان يعني في منهم البعض موجود هناك ورافعين صورة يعني ريان وحاطين وداع عن ريان، جمهور حتى ما كانش مهواش من التنسيقية، جمهور من المصريين اللي سافروا برضو رافعين في إحساس واهتمام حقيقي. خلينا نقول جمهور السنغال جم خدوا منا صورة ريان عشان يطلعوها هم كمان في مدرجاتهم. الله. يعني مش فكرة بس شباب التنسيقية، فعلا يمكن هم اللي بدروا وهم اللي رفعوا أو أوائل الناس اللي رفعت صورة لفتة رائعة ريان. ده حقيقي، ويعني دايما احنا متعودين منهم على كده، وان كانت انا شهادتي فيهم مجروحه يعني عارفه، لكن الصوره ما تداولت زي ما بقول لك في الاستاد كله وفي كل المدرجات، سواء كان من جمهور السنغال او جمهور الكاميرون اللي النهارده بينضم كمان للجمهور المصري في المدرجات، في حاله من الفرحه الشديده جدا يا يوسف. ويمكن الرجل المباراة حتى هذه اللحظة بنتكلم على أبو جبل جبسي اللي شايل يعني مجهود وعامل شغل رائع جدا في المباراة. أنا عارف اللي أنت فايتك كتير قوي اللي أنت مش بتتفرج دلوقتي يا يوسف، لكن المباراة تحديدا في الشوط الثاني المنتخب المصري يعني بيضغط شوية في الأداء، لكن التعادل حتى الآن هو سيد الموقف. بس ان شاء الله بدعوات المصريين وهتافاتهم. انا بس عايز استاذن زمايلي في فيديو لطيف كده، ده اللي احنا كنا شفناه وانتوا رافعين الصوره بتاعت ريان، عايزهم يعرضوها. ده اللي انا شفته اهو. عبد الصمد منورنا يا عبد الصمد، اهو حاجه تفرح. طب هنا احمد قول لي يعني لحد دلوقتي الماتش اخباره ايه؟ انا ما كنت حتى الان زي ما قلت لك، يمكن التعادل هو سيد الموقف في المباراه بشكل عام. يمكن كان في خطر كبير جدا على يعني المرمى المصري في ضربه الجزاء اللي اتحسمت من اول خمس دقائق تقريبا، لكن جبسي ابو جبل كالعاده تالق وقدر اللي هو يشيلها، ويعني مشيت المباراه بشكل يعني خلينا نقول متكافئ، لان انا شايف الضغط موجود بين الطرفين، وكنت انا مش محلل رياضي بحت يعني، واكيد انت عارف المعلومه دي، لكن الاداء بشكل عام مرضي جدا 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 لكل الجمهور اللي موجود، في حاله من السعاده اللي بتعتلي وجوه كل المشجعين المصريين الموجودين في الاستاد. بنتكلم على الشوط الثاني خلاص تقريبا، احنا يعني قربنا دقايق برضو اللي احنا نخلص او يخلص الشوط الثاني، بنتمنى ان احنا نحسم المباراه قبل ما نروح لضربات الترجيح، يعني زي ما شفنا في الثلاث مباريات الاخيره اللي كان وشها وش سعد على المنتخب المصري. طب احمد قبل ما اقفل معاك، انا ملاحظ انه المدرجات وتحديدا يمكن حتى السكشن او القطاع اللي انت موجود فيه، انا شايف الجمهور المصري ومعاه جمهور ايضا من اشقائنا الافارقه، والتشجيع حلو ولذيذ، واضح ان في روح حلوه يعني. قلت لك يا يوسف يمكن الفكره هنا مش فكره مشجعين مصريين بس، ولا كانت الاعداد المصريه هنا كبيره جدا، انا بتكلم على الاف من المصريين اللي موجودين بكل بقى فئاتهم وكل انتماءاتهم. في عندنا طياره كامله موجوده للمتطوعين من حياه كريمه، مش بس شباب التنسيقيه اللي موجودين، لا في متطوعين كمان من مبادره حياه كريمه موجودين هنا النهارده عشان يؤذروا المنتخب المصري ويشجعوا المنتخب المصري، مش بس مصريين لا كمان زي ما قلت لك الافارقه كمان هنا قاعدين معانا في نفس المدرجات رافعين اعلام مصر لابسين تيشيرتات مصر وبيشجعوا المنتخب المصري. ويمكن السمه الرئيسيه او الشريحه البارزه في الافارقه، بنتكلم على جمهور الكاميرون موجود ويعني متكاتف معانا، والناس بتستقبلنا بارحاب شديد جدا يا يوسف. منزلنا المطار في العاصمه الكاميرونيه بشكل عام، والناس بتستقبلنا استقبال في نوع من انواع الحفاوه، ناس مبسوطه، كلمه واحده بس عندهم وهم بيستقبلونا دايما بيبصوا لنا بابتسامه كده يعني شديده السعاده قوي، بيقولوا لنا كلمه واحده بس: مو صلاح. فمو صلاح هو ايقونه حقيقيه موجوده هنا، صحيح يستحق بصراحه بالظبط في الكاميرون بشكل عام. مو صلاح يعني ان شاء الله مو صلاح برضه هيحسمها وهيجيب لنا جول. ابو حميد انا بشكرك جدا 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 على المكالمه وعلى المتابعه معاك، ومش عاوزين نتقل عليك ونفسد عليك متابعه الماتش من قلب المدرجات بالكاميرون. باذن الله يجعل وشك حلو على مصر كلها، ويجعل كل اللي حضروا كمان وشهم حلو على منتخبنا وفرقتنا المصريه. طيب قبل ما نطلع فاصل واحكي لك حواديت تانية ونقعد نتكلم، عايز بس افهمك حاجه. زي ما كنت بقول لك كده، الغاز بتاعي انا
مصر مصدرة غاز، فأنا في إيدي، وبالتالي هتلاقي سعره في التمام. اللي أنا بستورده يعني اللي بجيبه من أشقائنا العرب، نجيبه من بره، نجيبه من حتة فينا، مش بتاعي. حلو جميل. هل هو زايد علي أنا بس؟ لا والنعمة، ده زايد على العالم كله، ما هو السعر بيبقى عالمي. طيب هل مثلا ده معناه أن أنا عندي مثلا مشكلة في السعر، ممكن يبقى زايد عندي بس مش زايد عند الناس التانية؟ يابا السعر زايد من أمريكا لحد الصين، عايز تاخدها بالعكس، من الصين لحد أمريكا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لولا إجراءات اقتصادية حقيقية مش هزار ما كانتش الدنيا هتبقى كده. يعني إحنا في مصر اشتغلنا من سنة 2014 حتى هذه اللحظة على حاجات كتير جدا، أكتر من محور، بس كان من أهمها المحاور الاقتصادية. بكبر الاقتصاد بتاعي، بظبط بنيتي التحتية تالت ومتلت 10 على 10، فابدأ يبقى في عندي إيه ما نطلق عليه الموارد، الفلوس. أنا وإنت أبهاتنا في يوم من الأيام عيالنا نشتغل، كل ما نشتغل أكتر ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا رزق أكتر، نقدر إيه نظبط حياتنا أكتر. ده الطبيعي، ده اللي حصل. فلما تيجي مصر تزود رقعتها الزراعية، الهدف ايه؟ واحد، انا بشغل ناس. واحد، مش هقولك اتنين لانها كلها في اجندة الاولويات. اتنين، انا بزود من حجم الانتاج الزراعي بتاعي علشان اولا اضبط المستهلك المحلي، انا المواطن المصري. اتنين، اصدر فدخل عملة صعبة. ده على سبيل المثال للحصر. كذا الحال اشتغلنا في الصناعة، كذا الحال اشتغلنا في قناة السويس، كذا الحال اشتغلنا على تصدير الطاقة زي الكهرباء والغاز وهكذا. بما اني بتكلم على الزراعة، والزراعة الحقيقة عملوا شغل رائع، فنوصل لمرحلة زي ما انت شايف عندك مشروعات الصوب، ده على سبيل المثال، مشروعات الاستثمار الحيواني والداجني، الله، مشروعات زي ما انت شايف الري بالبيفوت اللي انت شايفه ده، الزراعة بطريقة الدواير، إلخ إلخ إلخ. فمصر قدرت إنها تعمل طفرة حقيقية للحاصلات الزراعية وصادراتها. الذهب الأبيض رجع تاني، يعني مش بعيد إن سيادتك تبدأ تاني تشوف أفلام زي اللي كنا بنشوفها من أيام نجيب الريحاني الله يرحمه. أخبار القطن النهاردة إيه يا منبيه؟ زي زمان. القطن يعني فلوس، فلوس. القطن غالي في كل حتة في الدنيا. الله، ده أنا بتاع القطن، القطن المصري المطلوب. ما بقاش مطلوب، لا مطلوب. الحق ده، ما بقاش بيزرعوا القطن طويل التيلة في مصر. يقول لك كده كذاب وتافه وما يعرفش حاجة. أقول لك كذاب تافه ما يعرفش حاجة. وش؟ لأنه المساحات اللي مزروعة بالقطن زادت في مصر، وزادت كتير، خد بالك. طيب توصل مصر انها تبقى المصدر الاول للموالح للاتحاد الاوروبي، بس كده؟ لا، والعنب، فتصبح مصر منافس رئيسي في انتاج وتصدير العنب امام كبريات الدول اللي كانت بتنافسنا انذاك. انا قلتها لكم مره قبل كده بقولها لك تاني، حضرتك هتلاقي على صفحه السفاره الامريكيه بيتكلموا عن العنب المصري الذي صار منافسا رئيسيا لحاصلات العنب والكروم على مستوى العالم، بل وانها تصدر الولايات المتحده الامريكيه، بل وانه السفاره قالت نصا كده، ونحن ندعو الجميع لتذوق العنب المصري. الناس دي لا ليهم فينا ولا بتاع، ما بيحبونا؟ فيش حاجة. الناس دي ما فيش حاجة اسمها عندها لا حب ولا كره. الناس دي شغل. ده على سبيل المثال. الحزمة الاقتصادية اللي اتعملت دي، والله 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 لو ما كانت اتعملت لكنا قعدنا دلوقتي بنغني ظلموه. نفس القصة حصل في القمح. هو انت عندك أزمة رغيف عيش؟ لا. وهفكرك، ارجع 2009، ارجع 2009، الناس كانت بتغز بعض في الطوابير بقرن غزال. عندك طوابير انابيب؟ لا. عندك طوابير على بطاقات التموين؟ لا. انت ما عندكش ازمه. تيجي تقولي بس الاسعار زادت، اقول لك صح، بس بالمناسبه ولما الاسعار تقل هنقول متشكرين ولا مش هنقول متشكرين؟ يا راجل يا طيب، المصري جدع وسداد، بس ما يسلمش ودنه لحد.
سلم ودنك لمين؟ لدماغك. دماغك تسلمها لإيه؟ للقراية. اقعد اقرا وتابع واسمع الآخر يتحدث عنك إزاي. بقولك إيه، أنا هطير دلوقتي هروح فاصل، هرجع لك بعد الفاصل. قولوا إن شاء الله نكون دخلنا جون ونستقبل ضيفنا العزيز السيد عباس مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي. استنونا. يعني بطريقه بقى معلقين الكوره، بما ان احنا النهارده في يوم كروي جدا، واحد يقول لي طفره مين يا عم يوسف اللي احنا عملناها في الزراعه؟ انتوا مش هتبطلوا بقى وما تقعدوش تقولوا الكلام ده، انتم تضحكون على الشعب. بص يا عم، ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل، في حاجه اسمها ايه؟ حقائق وارقام. فاحنا النهارده هنقعد نتكلم على حقائق وارقام متعلقة بإيه؟ بطفرة الحاصلات الزراعية في مصر. بالمناسبة بس عشان تبقى فاهم، عشان برضه ما فيش حد يقعد إيه يهرش لك في الدماغ. الحقائق والأرقام دي ما ينفعش تتضرب، وما ينفعش يبقى فيها هزار خالص. ليه؟ لأنها تاني بترجع لمنظمة الأغذية والزراعة على مستوى العالم، ما فيهاش فيها هزار خالص. خلونا نرحب بضيفنا العزيز المحترم السيد عباس مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي. يا دي النور، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بخير الحمد لله، كله تمام، كله زي الفل الحمد لله. طبعا النهارده مفيش ولا اهلي ولا زمالك، النهارده المنتخب طبعا بالتوفيق ان شاء الله. حلو جدا. الاول خليني اعرف المشاهد بتاعنا العادي جدا، يعني ايه حجر زراعي؟ الحجر الزراعي هو جهاز رقابي خدمي تابع لقطاع الخدمات الزراعيه والمتابعه، تابع لوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. والحجر الزراعي هو أي نشاط بيتم من خلاله الحد أو منع تسرب الآفات النباتية على المنتجات المشحونة أو المنتجات المتداولة في التجارة العالمية. زي ما كل الناس عارفة أن الآفة النباتية في بيئتها الطبيعية بتسبب ضرر محدود طبقا للتوازن البيئي بتاع المنطقة دي، لكن مع انتقال الآفة من بيئتها الطبيعية لبيئات تانية ممكن يحصل تنتشر بالظبط، في الأعداء الحيوية بتاعتها مش موجودة في البيئة دي، فتسبب انتشار رهيب وممكن تعمل حالات مجاعات. يعني حصلت قبل كده في القرن ال 18 حصلت مجاعة في أيرلندا بسبب انتشار آفة في محصول البطاطس اللي هم كانوا بيعتمدوا عليه اعتماد رئيسي في التغذية في الوقت دوت، وحصل مجاعة وموت أكتر من موت وتهجير أكتر من 4 مليون بني آدم، وده السبب في انتشار الأيرلندي. الحجر الزراعي ده بقى على اللي داخل واللي خارج ولا اللي داخل بس؟ لا، على اللي داخل واللي خارج. حلو، بالظبط كده. ومن هنا دايما عندنا حقائق وأرقام على حجم اللي خارج. مظبوط. من عندي. طيب، هل نحن قدرنا إن احنا نصل إلى ما يطلق عليه بمنتهى الدقة؟ ولو أنا مش دقيق قول لي يوسف ده مش كلام دقيق. طفرة في الحاصلات الزراعية وصادراتها في مصر؟ بالفعل احنا وصلنا لأرقام غير مسبوقة وطفرة في صادراتنا من الحاصلات الزراعية، وبالتحديد ابتداء من 2018 ومستمرين لحد دلوقتي في الطفرة ديت. من 2018 كسرنا حاجز الخمسة مليون طن، ملايين 5 ملايين طن حصلات زراعيه لاول مره في التاريخ، وما زلنا بنمشي في اتجاه ونسق متصاعد. وصلنا النهارده ل 5.6 مليون طن في 2021 من حصلات زراعيه مصدره للخارج. هل العالم ممكن ياخد مني حصلات زراعيه مجامله، ولا الناس دي بتدقق تدقيق وبالذات الاوروبيين؟ يعني طبعا احنا من اكبر الاسواق اللي بنصدر لها سوق الاتحاد الاوروبي، ودول ناس ما بتهزرش، ناس وبيحزوا وهم على فكره جميع الدول. يعني احنا بقالنا فتره، بقالنا 5 سنين كده، كل الدول بتحذو حذو دول الاتحاد الاوروبي في تشديد الرقابه على وارداتها الزراعيه وتخوفها من انتشار الافات النباتيه ما بين الدول، وده التزام مصر ملتزمه به طبقا للاتفاقيه الدوليه لوقايه النباتات الاي بي بي سي اللي موقعه عليها مصر من سنه 52، من سنه 51 وتم تفعيلها في 53. واحنا ملتزمين قدام دول العالم كلها ان احنا لما نصدر لهم حاجه بنشهد ان الحاجه ديت ما تضرش الثروه الزراعيه بتاعتهم، ولو هم ليهم كمان متطلبات واشتراطات اضافيه زي ما احنا ساعات بيبقى لينا متطلبات واشتراطات اضافيه، انا ببقى ملزم ان انا انفذها لهم وان انا اقدر اوصل بالمنتج بتاعي للمطابقه لاشتراطاتهم. هل الذاكره تسعف؟ انا شايف مش شايف ولا ورقه. لا لا ما شاء الله تشود. هل الذاكره تسعف انك تقدر تقول لي انا حصلاتي الزراعيه
هي بالترتيب اللي انا حققت فيها طفرات وبصدرها، ولو مش الذاكره بتسعف بالارقام قول لي اهم الحصيلات اللي انا بصدرها. بتسعف ان شاء الله. احنا من قبل 2018 كنا بنصدر ما يقارب 4 إلى 4.5 مليون طن حصيلات زراعيه. قبل 2018 بدانا في 2018 كانت بدايه كسر حاجز ال 5 مليون طن، صدرنا 5.2 من 10 مليون طن في 2018، 2019 5.5 مليون طن، 2020 مع بدايه كورونا كان في شويه اضطرابات فنزلنا ل 5.3 مليون طن، و2021 دي البيك او اعلى حاجه كان وصلنا لها اللي هي 5.6 مليون طن. اهم الصادرات اللي بنصدرها، احنا بنصدر موالح بشكل كبير جدا. يعني في 3 سنين قفزت 50% على حجم الصادرات. بالظبط كده. بنصدر موالح بشكل كبير جدا. المحصول الرئيسي في مصر هو البرتقال. احنا بنصدر من الموالح، مجموعه الموالح كلها برتقال وليمون ويوسفي ويوسفيات، 1.8 مليون طن، منهم 1.5 مليون طن برتقال، لان برتقال مصري مميز جدا عالميا. بيجي في بعديه في المرتبه الثانيه البطاطس. البطاطس بنصدر منها 600، صدرنا في 2021 615 الف طن بطاطس لكافه دول العالم. وبعديها بيجي منتج جديد احنا قدرنا بالتفاوض مع الدول بره وتحديدا مع دوله الصين ومع دوله نيوزيلندا ان احنا نوصل لارقام مهوله جدا. تخيل حضرتك ان كنا بنصدر من المحصول ده علف البنجر. بنجر السكر بعد ما بيتعصر وبيتاخد منه محصول السكر بيبقى فيه منتج ثانوي اللي هو التفل بتاع البنجر. التفل ده يعني قدرنا ان احنا نفتح اسواق جديده له. كنا بنصدر في 2017 150 الف طن، وصلنا في 2021 ل 650 الف طن، يعني تضاعف الرقم 4 مرات واكتر. انا بصدره زي ما هو ولا بعمل عليه عمليات؟ بعمل عمليه عمليات تصنيع بان انا اخليه في شكل علف. حلو. واحنا قدرنا نفتح بقى السوق الصيني، لان السوق الصيني اكبر مستهلك للمنتج ده عالميا، عشان خاطر هو عندهم دلوقتي بيعملوا اكتفاء ذاتي من الخنازير، من لحوم الخنازير، فعندهم مزارع محتاجه المحصول ده بشكل كبير جدا. فقدرنا ان احنا نفتح السوق الصيني والسوق النيوزيلندي قدام تصدير علف البنجر، والحمد لله حققنا فيه ارقام كبيره جدا، وصلت 650 الف طن، واحتل السنه دي في 2021 المركز الثاني في الصادرات بعد الموالح. بعد كده بيجي الفراوله المصريه. الفراوله المصريه المجمده رقم واحد عالميا، مصر رقم واحد عالميا في تصدير البرتقال الطازج والفراوله المجمده، وصدرنا ما يقرب من 160 الف طن فراوله مجمده، بخلاف الفراوله الطازجه حوالي كده تقريبا 200 الف طن مجمد وطازج. وصدرنا بصل 250 الف طن بصل، وصدرنا رمان وعنب ما يقرب 120 الف طن كل محصول من المحاصيل. والحمد لله يعني احنا بنسعى ان احنا نفتح اسواق جديده عشان خاطر نزود صادراتنا من المحاصيل دي. طب انا هنا بقى عندي سؤالين. اول حاجه سؤال بالنسبه لي اللي هو طب انا بصدر العلف ليه ما استخدمه؟ احنا عندنا هنا الذره هو المكون الرئيسي، ذره الشام، ذره الصفراء، ذره الصفراء بتاع العلف هو المكون الرئيسي لخلطات الاعلاف في كافه المصانع، فهم ما بيقدروش يستغنوا عنها، وبتتراوح من 40 ل 60% من مكون العلف، اي علف بيطلع في مصر. التفل علف البنجر الفلاح او المربي الحيوان مالوش تجارب معاه قبل كده، مش واخد عليه. واحنا سبب زياده تصديرنا هو سبب بسبب زياده الانتاج، لان احنا كان عندنا فجوه كبيره جدا في السكر، قدرنا ان احنا نقدر نقلل الفجوه دي بشكل كبير، ووصلنا ل 80% من احتياجاتنا بنقدر ننتجها محليا، فده تسبب في زياده محصول البنجر وانتشاره ما بين الفلاحين بشكل كبير جدا. بس الفلاح ما بيقدرش يستفيد منه، لازم بيورده المصنع من مصانع السكر. مصانع السكر بتاخد المخلفات ديت، بتبقى بتواجهها صعوبات في بيعها هنا في مصر، فبتايه بيبقى اسهل لها انها تصدرها، وبتاخد من وراها عمله صعبه. الصينيين طالما بياخدوه تعرف انه كويس. هو ما هو بيستخدم بيعملوا او عندهم الانتاج بتاع المواشي واللحوم مذهل بالظبط، ولحمتهم حلوه بالظبط، يبقى اكيد العلف ده كويس. هو العلف ده كويس، بس هو سبب ان لحمتهم حلوه المراعي اللي عندهم الطبيعيه، المراعي الخضراء الطبيعيه بتاعتهم، وان بيربي على السايب مش على المربوط بالظبط كده بالظبط كده، فعشان كده هم متميزين جدا في اللحوم. في حلو جدا. الفراوله ده سؤال قد ما يكونش ليه علاقه بحجم التصدير، ايه السر ورا ان الفراوله الموسم اللي فات سكر؟ الاصناف الجديده اللي نزلت السوق في صف جديد اسمه سنسيشن،
الصنف دوت بصراحه عامل انتاجيه كبيره جدا وعامل مواصفات مع الجو المصري بشكل خرافي. الفلاحين كلها مبسوطه منه، بتجري تزرع الاصناف بتاعه اللي هي المنتجة حديثا او في مربي نبات انتجها وابتكرها وناسبه الجو المصري والمناخ المصري. في حوالي 9 اصناف في السوق دلوقتي بيناسبوا المناخ المصري والجو المصري وبيجودوا في الاراضي المصريه، وبنقدر نطلع منهم انتاجات كبيره جدا، بنقدر ان احنا نصدر كميات كبيره، وبتنفع كمان في التصنيع اللي هو الفراوله المجمده او عصاير او مربات. طيب بما اني بتكلم مع مدير المكتب الفني الحجر الزراعي، يعني الراجل المسؤول عن جوده الصادرات وايضا ضمان جوده الواردات الزراعيه، مصر. اخش على الصادرات، او دي اكتر حاجه تهمني، انا بتابع ايه في معايير جودتي للصادرات؟ وده بيفرق قد ايه مع الدول اللي بتستورد مني؟ طبعا هو الفرق واضح جدا في الثقه، مدى ثقه الدوله في الاجراءات اللي بتتبعها الجهات الرسميه في مصر اللي هي اهمها الحجر الزراعي المصري فيما يخص الصحه النباتيه. فانا ببدا اجراءاتي كلها بتبدا من المزرعه. صدر مؤخرا قرار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي رقم 386 لسنه 2021، وده بيتيح تكويت كافه المزارع التصديريه قبل تصدير منتجها. فانا بدات السلسله من بدايتها، من بدايه الزراعه بتابع عمليات الزراعه واختيار التقاوي، وبعمل معاينه للمزرعه اللي عايزه تصدر منتجاتها، بطلع لجنه وبيبقى معانا مندوب من شركه جي بي اس بيقدر يرفع احداثيات قطعه الارض دي او المزرعه ديت، وبقدر اتابعها من خلال الاقمار الصناعيه، وبقدر اتابعها من خلال ان انا ابعت لها لجان متابعه، واقدر انتاجياتها مظبوط، وبدي الفلاح او المزارع او صاحب المزرعه كتيب فيه ارشادات عن المحصول اللي بيزرعه دوت، وازاي يقدر ان هو يوصل بيه للحد الامن من جوده اللي يقدر يصدرها، وما تسببلوش اي خسائر لا قدر الله لو ما التزمش بيها. لو التزم بالتعليمات وبالارشادات دي بيطلع المنتج بتاعه مطابق ومظبوط. بعد كده المرحله الثانيه بيطلع المنتج ده بقى من مزرعه معتمده لمحطه تعبئه معتمده. محطه التعبئه المعتمده عندنا محطات كتير جدا على حسب المحصول اللي بيتعبى فيها، بيتم اعتمادها ومتابعتها من قبل مفتشين من الحجر الزراعي المصري، بيبقوا موجودين في محطات التعبئه دي، بيستقبلوا الخام اللي بيجي من المزرعه المعتمده وبيشرفوا على تجهيزه وتعبئته طبقا لاشتراطات كل دوله. في دول بيبقى لها اشتراطات معينه، وفي دول بنطبق لها الحد الادنى من الاشتراطات اللي هو بتمشي لاي دوله هتصدر لها. بعد كده بتيجي المرحله الثالثه، وهو انتقال البضاعه بعد ما اتجهزت من المحطه لميناء التصدير. بيقابلها مفتشين من الحجر الزراعي في ميناء التصدير تاني، وبيعيدوا فحص على زمايلهم اللي في المحطه، يتاكدوا ان البضاعه زي ما خرجت من المحطه والمهندس اللي شافها في المحطه صرح بتخرجها من المحطه زي ما وصلت للميناء، ما حصلش عليها اي تغيير، ممكن تبريد يفصل، ممكن يحصل تلاعب مثلا تغيير للبضاعه ولا حاجه. لو وصلت بحالتها الطبيعيه اللي خرجت بها من المحطه بيتم التصريح بتصديرها واصدار شهاده صحه نباتيه، دي معتمده في كل الدول بره. اي دوله معها مع البضاعه شهاده صحه نفسيه بتطمن وبتثق في ان المنتج دوت امن ومطابق لاشتراطاتها. يعني انا دلوقتي قاعد بتكلم مع المهندس سيد عباس المسؤول الاول عن بشكل او باخر حجم الصادرات بتاعتي. الناس وثقت اشترت، الناس ما وثقتش قالت شكرا مش هاخد الحمولة دي، مش هاخد الشحنة دي، مزبوط. بالسلامة. طبعا في مسؤولين آخرين، المسؤولين بقى عن حجم الإنتاج والتخطيط الزراعي وما إلى ذلك، بس البلد اللي تقدر تعمل نقلة وطفرة في حجم الصادرات، الحجم 50% في 3 سنين، ده معناها أن في استراتيجية واضحة ليه، سواء إذا كان حجم الإنتاج وحجم التصدير، مزبوط. المستهدف إيه؟ مستهدف ان شاء الله ان احنا نقدر نوصل، يعني لولا ازمه كورونا كان المفروض ان احنا نوصل خلال 2022 ل6 مليون طن. اظن ان الرقم ده ممكن ما نقدرش نوصل له لعده ظروف خارجه عن الاراده بسبب تغيرات مناخيه حصلت. احنا وصلنا 6 مليون، احنا وصلنا 5.6 مليون و600 الف طن. فيعني احنا هانت ان شاء الله هانت، وان شاء الله نقدر نحافظ على الرقم ده. في حاله المحافظه عليه ده هيبقى انجاز كبير جدا في ظل الظروف اللي احنا التحديات اللي احنا بنواجهها من بدايه الموسم، وخاصه في الموالح. احنا بنصدر 1.8 مليون طن موالح، عندنا بعض التحديات في التغيرات المناخيه اثناء موسم عقد الزهار بتاع الازهار بتاعه برتقانه ابو سره، لان كان حصل فيه تغيرات مناخيه ساعه الازهار، فحصل ان سقطت
الشجر سقط موسم العقد برضو عشان الناس تبقى عارفة، يعني الزهرة لما تبدع تعقد وتتحول إلى ثمرة، فبسبب البرودة الدنيا لخبطت كده، فوقع كمية كبيرة من الأزهار، فبقت الشجرة اللي بتشيل مثلا 50 كيلو لا بقت تشيل 30 كيلو، كانت بتشيل 80 كيلو بقت تشيل 50 كيلو، فحجم الإنتاج قل في حجم التصدير في بداية الموسم. حصل حاجات كتير، الزيتون حصل معاه كده. لا هو في التغيرات المناخية بصراحة بتأثر، وللأسف إن إحنا ما بنقدرش نتحكم فيها، إحنا بنحاول إن إحنا نقلل ضررها لكن الضرر واقع لا محالة. فإن شاء الله نقدر نحافظ على الأرقام اللي إحنا وصلنا لها، وإن شاء الله المستقبل للمحاصيل الجديدة اللي إحنا بنحاول إن إحنا نطور أرقامنا فيها، وإن شاء الله برضو إحنا بنتفاوض مع دول كتير عشان خاطر نفتح أسواق جديدة ليهم ونقدر إن إحنا نصدر لهم، فنعوض العجز اللي حصل في موسم الموالح السنة. هل بقى ده معناه إن إحنا هنجيب فصائل جديدة ندخلها على الـ الأراضي المصرية مقاومة للبرودة؟ بالفعل دلوقتي إحنا موجود قدامنا حالات حقيقية. مصر انضمت لاتفاقية اليوبوف، الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، في نهاية 2019. الاتحاد دوت بيهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية لأي مربي نبات أنتج صنف جديد مقاوم وله مميزات، فعشان أي حد يزرعه لازم إن هو يدفع له حقوق ملكية زي أي حاجة تانية، زي اللي بيتفرج على مباريات دلوقتي لازم يدفع، زي اللي بيتفرج اللي بيشتري كتب لازم يدفع لحقوق النشر، فكل كل دي حقوق للناس دي في مربي النبات. فاحنا من ساعة انضمنا للاتحاد الدولي كان قبل كده المربين دول يخافوا يجوا مصر عشان خاطر منتجهم مفيش له حماية، ممكن يتسرق، ممكن يتكرسم، أي حد ياخده ويكتره هو، خصوصا الأصناف النباتية التعامل معاها مش صعب. فده كان بيحجبني بالزبط. فكان ده بيحجمني بالظبط كده. مع بقى بداية 2020 الحجر الزراعي أخذ على عاتقه إن هو ينفذ حقوق حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية اللي الشركات أو المربين المنتجينها طلبوا حمايتها. فبالفعل دوت شجعهم، وعندنا جامعة فلوريدا عندها 9 أصناف الفراولة اللي أنا قلت لحضرتك عليهم في أول حلقة، إن هم دول اللي هم الأساس أو 90% من زراعات الفراولة في مصر من الأصناف ديت نظرا لجودتها. فلما تم حماية الأصناف ديت الجامعة اتشجعت وجابت أصناف جديدة عشان خاطر تجربها في مصر، جابت أصناف من البلاك بيري والبلو بيري وأصناف من الراسبيري من العنب بيات. عارف عارف بالظبط، بس ده بيتزرع عندنا دلوقتي، هيبدا يتزرع ان شاء الله. والله ان شاء الله، اصل البتاع ده بيبقى مستورد وغالي. مستورد وغالي فعلا. لا بس ان شاء الله مره غلطت وجبت للعيال منه. هو جميل جدا، شفته فيه. لا قلت لهم بطلوا يجيبوه. هو انت لو رحت سلاسل المحلات ديت هتدفع كتير عشان تجيب الحاجات دي. اسكت مش بطلوا. لا ودلوقتي برضو في اصناف جديده من الموالح ان شاء الله داخله جامعه فلوريدا هتدخلها. بقيه المنتجين ومربي النباتات لما لقوا ان مصر تحمي حمايه حقوقهم في مصر، فابتدوا ان هم يخشوا ويطلبوا ان هم كمان يحموا حقوقهم وان هم كمان يزودوا استثماراتهم. ووصل ان جامعه فلوريدا عملت مشاتل لشتلات الفراوله هنا في مصر، بدل ما كنا بنستورد 6.7 مليون شتله في السنه، عملنا مشتل السنه دي بالتعاون مع جامعه فلوريدا. هم جم انشاوا المشتل هنا وهينتجوا 15 مليون شتله، فهنتحول من دوله بتستورد شتلات فراولة لدولة مصدرة ومركز تميز لإنتاج شتلات الفراولة وتصديرها، ومصر هتبقى مركز إقليمي لتصدير شتلات الفراولة المتميزة والأصناف المتميزة اللي بتجود في منطقة الشرق الأوسط لكل دول الشرق الأوسط حاليا. طب فين التوت المصري؟ اشمعنى راسبيري وبلو بيري وبتاع؟ يعني انا واحد من الناس ماليش في طعمهم، هم مفيدين جدا وبيخسسوا، بس هو مزز. انا احب التوت المصري بتاعنا بتاع زمان، انا كنت من العيال اللي بتتشعبط وتهز الفرع عشان يوقع توت وبتاع. بس فين؟ قل قوي. هو بس مفيش اهتمام بيه، يعني هو الاصناف الاصناف البلديه عشان خاطر ما بيبقاش انتاجهم بشكل تجاري. هو مشكلتها انها بتبقى موجوده على الطرق وعلى الترع، لكن ما بتبقى مش موجوده بشكل، محدش بيزرع مزرعه توت على التوته والساقيه بتاعت عبد الحليم. بالظبط، مفيش حد بيزرع مزرعه توت، لكن هم بيبقى موجود انتاجه محدود على قد استهلاك قريه او على قد استهلاك الاطفال اللي في القريه بس. طب انا سمعت من صديق عزيز جدا عليا انه احنا في مصر صحيح لسه على نطاق محدود بزرع فواكه من الفواكه بتاعه جنوب شرق اسيا استوائيه، حاجات مذهله. لقيته بيقول لي بصراحه الأستاذ محمد شيردي بصراحة صاحبي بقى الإعلامي والكاتب الشهير، قال لي ده احنا في مصر عندنا بنزرع باشون فروت وبنزرع دراجون فروت وبنزرع كيوي
كلها على كلها على النطاق ضيق شويه. قال لي بس هي لسه النطاقات ضيقه وسط مهتم بالزراعه جدا يعني. لا لا هو فعلا معاه حق. احنا انا كنت شغال في مطار القاهره قبل ما امسك منصب دوت، كنت شغال في مطار القاهره، فانا كنت بشوف مثلا حد جاي يصدر افوكادو ويكتب لي عليه مصري، فانا استغرب ازاي افوكادو وازاي مصري، انا مش متعود ان افوكادو بيتزرع في مصر. ليتشي ازاي ليتشي وازاي في مصر. فابتديت اشوف لقيت في مزارع كبيره ابتدت تاخد بالها من الحاجات دي في بدايه الالفينات وما زال مستمره، وبتبدا تشوف تجرب الاصناف دي هنا في مصر وتشوف انتاجياتها عامله ايه وتشوف اذا كانت هتقدر تقاوم وتعيش في مصر هنا ولا لا. وفعلا في حاجات كتير نجحت زي ما قلت حضرتك، الافوكادو والليتشي والكيوي والدراجون فروت وكل الكلام دوت ناجح في مصر دلوقتي. بس طبعا عشان خاطر يزود الكميات والمساحات اللي هو زارعها ديت هياخد وقت، عشان خاطر الحاجات دي بتثمر بعد فتره. بس عشان يقدر يجيب التقاوي دي والشتلات دي والبذور دي لازم تعدي عليك، لازم تعدي على الحجر الزراعي. طبعا الحاجات دي لو هي اول مره بتيجي لازم يتعمل لها دراسه تحليل مخاطر افات. دراسه تحليل مخاطر افات انا عندي هنا في الحجر الزراعي وحده اسمها وحده الصحه النباتيه مسؤوله عن التعامل مع الدول الخارجيه، من ضمنها في وحده فتح الاسواق الخارجيه او ماركت اكسس ووحده تحليل مخاطر افات. تحليل مخاطر افات انا بشوف الخطر اللي ممكن يجي لي مع التقاوي دي او مع الفسائل دي او الشتلات ديت اللي جايه من بره ايه هو بالظبط، وابدا ادرسه، اشوف الامراض اللي بتيجي عليها في بلدها، اشوف الحشرات اللي موجوده في البلد ديت وممكن تتنقل على العائل دوت، وببعت للجهات البحثيه هنا في مصر بيساعدونا طبعا وكتر خيرهم، وبنقول لهم والله احنا يعني بنزعم ان احنا نستورد صنف الفلاني من الدوله الفلانيه، قولوا لنا والدوله بعتت لنا قائمه الافات دي، قولوا لنا الافات دي الخطوره منها وبحدد درجه خطوره، وبقول والله انا ينفع استورد او ما ينفعش استورد، او استورد بشروط، ممكن استورد بمعالجه، اطلب تبخير، اطلب تبريد عشان خاطر اضمن القضاء على افه معينه لو انا عندي خوف من افه معينه، وممكن ان انا توصل بيها الحال ان انا ارفض خالص الاستيراد نظرا للخطوره الشديده. حلو جدا. طيب انا برضو بقعد اتساءل، يعني انا شفت وقابلت يمكن في البرنامج وفي الحياه العاديه يعني اليوميه بقابل ناس من المزارعين اللي بيشتغلوا على الاعشاب والنباتات العطريه والطبيه وما الى ذلك، وانا اظن انه اصبح في اتجاه عالمي قوي جدا تمام ناحيه هذا النوع من الاستخدامات او استخدامات هذه الاعشاب والمزروعات مزروع للاغراض العلاجيه وتصنيعها وما الى ذلك. انا حجم صادراتي من هذه المزروعات ايه؟ احنا عندنا مناطق كامله متخصصه في زراعات النباتات الطبيه والعطريه، عندنا في الفيوم وفي بني سويف مساحات كبيره جدا مزروعه نباتات طبيه وعطريه، وبيمدوا مصانع ادويه كبيره جدا في المانيا بكل احتياجاتهم مثلا من الزعتر من البردقوش من الحاجات دي، وبتستخدم وبتدخل المنتجات المصريه ديت في العلاج او في صناعه الادويه في الدول ديت. وفي اقبال بقى على يعني النوع ده من الصادرات المصريه اعشاب عطريه وطبيه دوائيه وما الى ذلك؟ طبعا طبعا كل دول العالم احنا فتحنا اسواق جديده في الفتره الاخيره في امريكا اللاتينيه، وامريكا اللاتينيه ابتدت تاخد من عندنا كميات كبيره جدا من التوابل ومن الاعشاب الطبيه والعطريه، كوبا وتشيلي والبرازيل واوروجواي، كل الدول دي دلوقتي بتاخد مننا منتجات نباتات طبيه وعطريه. طيب هنا هرجع بقى، كل ده عمره ما كان يحصل غير يا إما بزيادة رقعة زراعية يا إما بزيادة إنتاجية الفدان يا إما بالاثنين. بالظبط بالاثنين. اشرح لي الحتة دي برضو عشان مهم عندي أفهم. هو التوسع في الزراعة يا إما رأسي يا إما أفقي. رأسي عن طريق إن أنا أزود إنتاجية الفدان، الفدان عندي لو هو مثلا بيجيب طن إن أنا أقدر أوصل بيه إن هو يجيب 3 و5 طن، وبالفعل في ده من خلال أنواع التقاوي اللي بتيجي والأصناف الجديدة اللي بتوصل مصر، وبتقدر من خلال التجربة انها تجيب انتاجيات اعلى وتناسب الظروف الجوية المصرية، والفلاحين بيقبلوا عليها مجرد ما يلاقي من وراها انتاجية اعلى، زي ما اتكلمنا عن الفراولة صنف السنسيشن ده دلوقتي بيجيب من 14 ل 16 طن الفدان الفراولة، غير الاصناف التانية اللي بيجيب من 8 ل 10 طن، فالناس بتروح للصنف ده عشان خاطر بيجيب انتاجية اعلى، بيجيب لهم عائد اكتر. وفي التوسع الافقي ان انا ازود المساحات واستصلح المساحات الجديدة زي 1.5 مليون فدان، مشروع 1.5 مليون فدان اللي غطى بعض الزراعات زي زراعات البنجر اللي احنا اتكلمنا عليها في تفلع على في البنجر، مساحات كبيرة جدا مزروعة بنجر، مساحات كبيرة جدا مزروعة فول سوداني، مساحات كبيرة جدا مزروعة بطاطس في مشروع 1.5 مليون فدان بشكل خرافي، يعني بينبئ ان شاء الله ان الصادرات هتزيد والدنيا هتبقى احسن. هل في اقبال من المصريين للاستثمار على الاستثمار الزراعي ولا الناس بدات تنصرف الى امور تانية؟ لا هو الاستثمار الزراعي هو مجال صعب،
يعني للأمانة هو مجال صعب ومحتاج صبر. في ناس كتير جدا بتشوف ان الاستثمار الزراعي استثمار طويل المدى، ان هو هيبقى متأخر في ان هو يحصد أرباح من وراه، ففي ناس بتبعد عنه. لكن الناس اللي عارفة واللي عندها نفس طويل، والحمد لله عندنا نماذج كتير جدا قدرت توصل لمراحل متقدمة جدا. احنا عندنا أكبر شركة مصدرة للموالح في العالم، أكبر شركة مصدرة للبطاطس في العالم موجودين في مصر، فعندنا نماذج مشرفة في الموضوع دوت. هو محتاجة بس النفس الطويل، محتاجة ان الواحد ما يبقاش مستعجل على الأرباح، وإن شاء الله الأرباح كده كده جاية، والدولة بتدعم دلوقتي المنتجين والمصدرين عشان خاطر يقدروا يزودوا استثماراتهم، ونشجع استثمارات استقطاب استثمارات أجنبية في مصر. ماشي، أنا هستأذنك، هنطلع فاصل ونعود بعد الفاصل لنواصل الكلام مع ضيفنا العزيز المهندس سيد عباس مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي. طمنوني على الماتش، احنا خلصنا كده أول شوطين، احنا بدأنا نلعب الثالث مش كده؟ طمنوني، ها حد سامعني ولا إيه؟ حد سامعني؟ لا حياة لمنتوني. خلصنا كده ثلاث، ما احنا دلوقتي بنلعب الرابع، 0-0 برضو. الأداء إيه؟ احنا زي الفل حد جاي علينا، التحكيم حلو، الأستاذ جوميز ماشي معانا كويس، بيقولوا لي ماشي كويس. إذن هو فاصل ونعود بعد الفاصل. بص، الحلقة دي أو الفقرة دي تحديداً مع المهندس سيد عباس مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي معمولة أولاً عشان تفهم، ومن ناحية تانية عشان تستثمر في الزراعة. أنا الحكاية قاعدة عمالها بتلعب في دماغي بقالها فترة، والله العظيم هحكي لكم الحدوتة دي بعدين ليه قاعدة عمالها بتلعب في دماغي. فكرة حلوة، فكرة كويسة، فكرة مربحة، فكرة ذكية، اشتري مني، ماشي أنت حر، هكمل الكلام. طيب أنا إيه أكتر دول بتستورد مني؟ احنا عندنا اكتر دول بتستورد مننا عندنا المملكه العربيه السعوديه. جميل. بتستورد كميات الدول، انا ثلاث دول انا اقولهم دولت بيستوردوا فوق 300,000 طن. المملكه العربيه السعوديه وروسيا ودول الاتحاد الاوروبي، مجموعه دول الاتحاد الاوروبي بتتعامل مع بعض. ودلوقتي الصين دخلت منافس كبير ليهم بعد الكميات الكبيره اللي خدتها من علف البنكر، فعندنا التكتلات دي احنا بنصدر ليهم كميات كبيره جدا من البرتقال ومن البطاطس ومن البصل ومن الفراوله. بنودي للسعوديه الحاجات دي، بنودي الاتحاد الحاجات دي، بنودي لروسيا كمان، بنودي لروسيا بطاطس. بنودي لروسيا بطاطس كميات كبيره جدا، ولسه موسم البطاطس بادئ بقاله 10 ايام بالظبط. ان شاء الله يعني نتخطى حاجز ال 250,000 طن اللي احنا بنصدرهم لروسيا كل سنه. السنه دي في توقعات بان احنا نصدر كميات اكبر، عندهم الطلب كبير، مطلوب كميات كبيره جدا في روسيا من البطاطس المصريه. طبعا ده بقى بجانب الاسواق الجديده اللي احنا فتحناها. احنا قدرنا دلوقتي ان احنا زي ما بيقولوا كده بنبيع المايه في حاره السقايين. احنا قدرنا كمصر نصدر برتقال لاكبر منتج برتقال في العالم، اسبانيا. لا، البرازيل. البرازيل بتنتج 17 مليون. اكبر منتج، اكبر منتج مش اكبر مصدر. اسبانيا اكبر مصدر. يعني اقول لحضرتك احنا اكبر منتج، احنا ايه صدرنا له برتقال 17 مليون طن موالح بتنتجهم البرازيل، واحنا بننتج 4.5 مليون طن. احنا قدرنا نصدر للبرازيل كميات. وكذلك برضو من دول امريكا الجنوبيه قدرنا نفتح سوق الارجنتيني لصادراتنا من الموالح. قدرنا نصدر لاكبر مصدر في العالم، اسبانيا. عندنا اسبانيا وجنوب افريقيا. اسبانيا وجنوب افريقيا من اكبر الدول اللي بتصدر موالح في العالم. اخر ثلاث سنين احنا بقينا رقم واحد في العالم، والحمد لله محافظين على الرانك ده لمده ثلاث سنين على التوالي. قدرنا ان احنا نصدر في موسم 2020 و2021 موالح لاسبانيا. فتحنا السوق الاسترالي، عندنا كميات الليمون اللي بتطلع لاستراليا دلوقتي كميات كبيره جدا، بنصدر كميات كبيره جدا. كنا عاملين بروتوكول مع الصين في تصدير الموالح في 2007، لكن كانت الكميات اللي بتروح قليله. قدرنا ان احنا نزود الكميات بشكل كبير جدا، وصلت ال 250,000 طن برتقال للصين الموسم اللي قبل اللي فات، والموسم اللي فات 200,000 طن. عندنا برضو فتحنا السوق الياباني، وده اصعب سوق ممكن تتعامل معاه فيما يخص اجراءات الحجر الزراعي. ناس دقيقه جدا جدا. تخيل احنا بنحاول نفتح وبنتفاوض معاهم من 9 سنين عشان خاطر نقدر نفتح سوق الموالح. اصل اليابان دي كوكب تاني.
فعلا كوكب تاني، عندهم كل حاجه مختلفه عن الدنيا. بالظبط كده، احنا قدرنا من خلال بقى الزيارات رحنا عملنا لهم زياره وشفنا ايه طلباتهم بالظبط، وجينا هنا ابتدينا نشتغل على الطلبات ديت. دكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي على راس وفد فني سافر لليابان واستقبل وفد من اليابان هنا وجم وشافوا المزارع، والسفير الياباني صور وهو في المزارع وكان لفته جميله جدا. والحمد لله قدرنا ان احنا الموسم اللي فات نفتح سوق اليابان للموالح وصدرنا اول حاويه وعدت بسلام، احنا فتحناه في اخر الموسم. والسنه دي جالنا ناس مستثمرين يابانيين عايزين يستوردوا بدايه كلام كده 200 حاويه ان شاء الله الموسم الجديد. اللي هيصدر للياباني مش هيندم تاني. بالظبط بالظبط كده، هو اشتراطاتهم صعبه وتطبيقها صعب لكن العائد بتاعها مربح جدا. عرفت السكه ودخلت جو خلاص كده احنا مثبتين. بالظبط وهنزود. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طب اي حاجه في الدنيا بتتطور ال- 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 الحجر الزراعي بيتطور في مصر. مظبوط، احنا اتطورنا بشكل كبير جدا اخر 4 سنين. احنا اتحط خطه لتطوير واعاده هيكله الحجر الزراعي، الخطه ديت اتعرضت على فخامه الرئيس وصدق عليها ولقت دعم من وزراء الزراعه اللي كانوا موجودين في الفتره دي واخرهم وزير الزراعه الحالي السيد قصير معالي الوزير بيدعم الحجر الزراعي. والحمد لله قدرنا نوصل لمراحل كبيره جدا على عده محاور مشينا عليها بالتوازي وقدرنا ان احنا نوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. اولا تطوير تشريعي، طورنا تشريعات الحجر الزراعي، كان بتقابلنا مشاكل انتوا تشريعاتكم قديمه، انتوا تشريعاتكم جامده، الدنيا بتتطور حواليكوا وانتوا واقفين محلك سر. قدرنا ان احنا نطور تشريعات الحجر الزراعي اللي كانت اخر تطوير ليها كان في 2001، قدرنا في 2019 نطلع قرار جديد للحجر الزراعي، واحنا ماشيين حاليا في اصدار قانون جديد للحجر الزراعي هيرفع من شان الحجر الزراعي ان شاء الله وهيزود شان. كان عندنا تخيل يا استاذ يوسف، احنا كان عندنا مقر الحجر الزراعي عباره عن 4 اوض موجودين في قلب مبنى مش بتاعنا اساسا، الحمد لله تخصص مبنى للحجر الزراعي على اعلى مستوى، احنا بنقابل وفود اجنبيه. من بتاع مين؟ لا هو وزاره الزراعه وفرت لنا مبنى. لكن قبل كده كنتوا في مبنى كنا لا كنا قاعدين كنا قاعدين في مبنى تاني مع التنميه المحليه في ظهر وزاره الزراعه. لا كنا قاعدين مع صندوق اسمه صندوق تحسين الاقطان، ده كان جزء خاص بالقطن، احنا كنا واخدين نص دور عندهم كده. الحمد لله قدرنا ان احنا بالظبط كده قعدنا في فتره طويله. وكان المكان دوت على قد بساطته الا انه كان بيطلع قرارات كان ممكن تربك حركه التجاره الدوليه ما بيننا وما بين دول في حل وجود افات او حشرات او حاله وبائيه في دوله ما ممكن اوقف استيراد منها. وتخيل حضرتك ان جالنا وزراء وجالنا سفراء وجالنا مستشارين زراعيين من سفارات كبيره جدا للمكان دوت، وكانوا بيستغربوا المكان ده ازاي بيطلع منه قرارات بتقلب الدنيا. فالحمد لله قدرنا ان احنا ناخد مبنى جديد ويتم تطويره على شكل كويس جدا وبنستقبل فيه الوفود الاجنبيه. النهارده كان في وفد من السعوديه، كانت حاجه مشرفه جدا في الحجر الزراعي المصري. قدرنا ان احنا ندعم العماله. وفد السعوديه كان جاي يعمل ايه؟ احكي لي. وفد السعوديه كنا بنتفاوض معاه عشان خاطر دي بصراحه لا ما عداش حاضر. السعوديه كانت فرضت اشتراطات جديده ب اشتراط انها تبقى فيه شهادات مطابقه مع الشحنات الزراعيه المصدره ليهم. ده اجراء هم خدوه واحنا بنتفاوض معاهم ان احنا نلغي الاجراء دوت، لان الاجراءات دي احنا بالفعل كحجر زراعي وكهيئه قوميه لسلامه الغذاء بنقوم بالاجراءات ديت، فليه انت تجيب شركه خاصه تقوم معانا بنفس الاجراءات وتعمل كده دولار. كده بدي شهادات. بالظبط كده، وفي نفس الوقت انت بتكلف المصدر مبالغ اضافيه بيضيفها على الشحنات اللي راحه، فبيلاقي ان المنتج المصري بره مش منافس، فانت كده وبتزود على المستهلك السعودي الاعباء بتاعته. فطبعا في مفاوضات ان شاء الله خلال الاسبوع دوت مع الوفد السعودي وموجودين هنا في مصر، وتعمل لهم مقابله افتتاحيه في مكتب رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي في قاعه الاجتماعات، ويبتدوا ينزلوا يزوروا بقى، هينزلوا يزوروا المزارع وهينزلوا يزوروا المحطات التعبئه وهينزلوا يزوروا المعامل اللي احنا بنتعامل فيها، وهيشوفوا السيستم والنظام اللي ماشي بيه اللي ماشيه بيه مصر مع كل دول العالم مع دول الاتحاد الاوروبي، واللي خلت صادراتنا توصل للاماكن ديت وتفتحها. نرجع تاني بقى لخطه تطوير الحجر الزراعي. احنا قدرنا ان احنا ندعم العماله. عندنا كان عندنا مشكله كبيره جدا في القوى البشريه، التعيينات قليله، الانتدابات مش قادرين ان احنا نوفي الحجم. احنا بنشتغل في 40 منفذ على مدار الجمهوريه كلها، على حدود مصر كلها، حدود بريه وحدود بحريه ومطارات جويه. قدرنا ان احنا ناخد موافقه من الرئيس ان احنا نتعاقد مع 200 مهندس حديث التخرج على 3 دفعات. قدرنا ان احنا نتعاقد بالفعل مع الدفعه الاولى علشان خاطر منظومه تكويد
وتتبع الحصيلات الزراعيه اللي احنا اتكلمنا عليها بقرار 386 قرار وزير الزراعه، والدفعه دي استلمت الشغل بالفعل من 1 اكتوبر 2021 وابتدت تدخل في المنظومه، وان شاء الله على العام المالي الجديد هنبدا نعمل اعلان جديد. تتبع يعني ايه؟ تتبع يعني انا دلوقتي في سوبر ماركت في اسبانيا ومسكت فراوله لقيت فيها مشكله. بنت فراوله لقيت فيه مشكله، فمن خلال الكود اللي عليه اقدر اعرف ده كان مزروع فين؟ وتعامل بمعاملات ايه؟ وتعبى في انهي محطه؟ واقدر اوصل لاصل المشكله. كان مشكله قبل كده ان ما فيش تتبع دوت، فكان لما تحصل مشكله من الدوله تبعت لنا ما نعرفش نرد عليها بالاسباب سبب المشكله ايه بالظبط. فبالظبط ممكن يروح جاي قافل، توصل ان هو يقفل الدوله كلها يقول لي مش هستورد منك، وحصلت في بعض الحالات قديما مش هستورد منك خالص ما دام انت ما انتش عارف المشكله فين. فطبعا مع زياده متطلبات الدول فبقى ضروري ان انا اعمل تتبع عشان اقدر اوصل للمشكله فين واحلها، والمخالف ان انا اقدر اعاقب المخالف، مش صح. الدوله كلها تتعاقب عشان خاطر واحد صدر بالظبط واحد صدر حاجه مخالفه. فده المنظومه الجديده احنا ان شاء الله بنسعى ان احنا نطبقها. طبعا مع الوقت هتتبلور وهنسد كل الثغرات بتاعتها، لكن احنا بدانا، احنا بنقول للعالم كله احنا بدانا، واحنا قدرنا دلوقتي نحط نظام ان احنا نكوت المزارع التصديريه واقدر اتابعها واقدر ادي ارشادات للمزارع واقدر ادي ارشادات للمصدر واقدر احاسبه. تمام. كل حلو. اقدر احاسبه بالظبط. طبعا ما انت ما تبوظليش سمعه حصلات بتاعتي علشان انت جلت منك حاجه. مظبوط. اخر محور بقى من محاور التطوير هو محور الربط الالكتروني وميكانه اعمال الحجر الزراعي. طبعا المعاملات الورقيه بتنتهي وبتختفي وهتنقرض من العالم كله، فخلاص كل الناس دلوقتي متجهه الكتروني. فانا دلوقتي كل اعمال الحجر الزراعي بيتم ميكانتها في الوقت الحالي، احنا في البث التجريبي دلوقتي. يعني انا كمزارع هستفيد ايه؟ هستفيد ايه؟ انا دلوقتي عشان خاطر اجي اكود مزرعه في الوقت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي، باجي من مكاني اروح للدقي عشان خاطر اروح مقر الحجر الزراعي عشان اقدم طلب هناك وادفع الرسوم بتاعتي واستنى لجنه تجيلي. في الوضع بقى المميكن كلها كم شهر هيضطر يطخ مشوار العاصمه الاداريه؟ لا ان شاء الله مش هيضطر خالص، لان احنا الوضع المميكن احنا دلوقتي في البث التجريبي وجربناه على كم محصول. ده كلام دلوقتي جميل. دلوقتي يخش على الموقع الالكتروني بتاع الحجر الزراعي ويقدم الطلب ويدفع الرسوم الالكتروني ويتحدد له ميعاد لجنه، واللجنه تنزل له من غير ما هو يتحرك من مكانه. واللجنه لما تنزل هتعمل المعاينه بتاعتها وتملى الابلكيشن بتاع نتيجه المعاينه دوت، وده هيسمع على طول في المحطه. المحطه المنزل اللي في المحطه هيبقى عارف المزرعه جايله منها ايه، وهيحط برضه هو كمان على الابلكيشن. يعني انا كمزارع هيجي لي الناس بتاعت الحجر الزراعي تنور وتشرف وتظبط كل حاجه بالظبط كده من غير ما انت تضطر تتنقل. فان شاء الله دوت احنا في البث التجريبي، وان شاء الله البث النهائي في خلال شهر او اتنين بكتير قوي يبدا تعميمها على كل المحاصيل، لحد ما توصل لشهاده الصحه النباتيه. مفيش ايد هتمسك قلم وتكتب حاجه لحد ما تطلع شهاده الصحه النباتيه، لان بعض طبعا الانسان خطا في بعض الاخطاء الاملائيه، فحط الغلطات اللي بتبقى موجوده في قلب مستندات دوليه بتروح لدول ثانيه بتسبب لنا بعض المشاكل طبعا. ان انا الخط مش مقروء كويس، او ان في حد كتب حاجه مكان حاجه. في الحاله ديت كل الكلام ده هيتم الكتروني ومايكن، هتبقى نسبه الخطا فيه حد ادنى. حلو قوي. هو انا بصدر بكام دلوقتي؟ يعني احنا 2021 مصدرين ب 3 مليار و50 مليون دولار. دي برضو رقم غير مسبوق في الحصيلات الزراعيه، في صادرات الحصيلات الزراعيه. قبل 2018 لا كان بتراوح من 2 مليار ل 2.5 مليار دولار. احنا عملنا برضو قفزه تصديريه حلوه. واظن ان احنا بدانا نصدر لافريقيا بشكل اكبر من اللي كنا بنصدر بيه. ده المستقبل. احنا دلوقتي بنحاول نفتح اسواق افريقيا للمنتجات المصريه، قدرنا نفتح اسواق كتير جدا، وكذلك فتحنا منتجات السوق المصري للمنتجات الافريقيه. احنا دلوقتي عملنا دراسات على بعض المحاصيل في تنزانيا مطلوبه في السوق المصري، منها مثلا الذره اللي اتكلمنا بنستورد منه كميه كبيره جدا، الذره الصفراء. قدرنا دلوقتي ان احنا نفتح السوق التنزاني للذره الصفراء بعد ما كان محتقر على بعض الدول، فاي حد عايز دلوقتي يصدر ذره صفراء من تنزانيا لمصر يقدر يصدر، كان قبل كده ما يقدرش. كذلك برضو عندنا بندرس ملفات القطن، صناعة الغزل والنسيج في مصر كبيرة جدا، والقطن الخطر منه كبير برضو، لأنه يعني احنا عندنا أحسن قطن في العالم. صحيح. موجود عندنا، ربنا حبى البلد ديت بقطن طويل التيلة مش موجود زيه خالص في أي دولة تانية. ولا الباكستاني ولا الباكستاني ولا البنجالي. أقرب
قطن للقطن المصري هو قطن البيمة الأمريكي، ويعني هم في الدرجة هو رقم 2 وبمسافة كبيرة، يعني مسافة كبيرة احنا القطن بتاعنا. وحتى كمان العقد منه السنة دي كان كويس جدا للفلاحين، هتشجعهم ان هم يزرعوا السنة الجاية. فلازم نحافظ على الثروة دي. يعني الحجر الزراعي، تخيل ان الحجر الزراعي اصلا اتنشئ عشان القطن، يعني الحجر الزراعي في في بداية القرن العشرين اول قرار منصوص حجر زراعي كان بسبب القطن، منع دخول بذرة القطن الأجنبية في 1902 عشان ما تختلطش بس عشان ما تختلطش بالقطن المصري وتبوظ لنا القطن المصري. وده كان اول قانون حجري، وابتدى عليه بقى يظهر جهاز الحجر الزراعي عشان يطبق القانون دوت، وتحولنا من جهاز في مصلحه وقاية المزروعات اللي هو دلوقتي بقى مع بحوث وقاية النباتات، لحد ما وصلنا لاداره مركزيه حجر زراعي تابع لقطاع خدمات الزراعه والمتابعه. وان شاء الله مستهدف ان احنا نبقى اكبر من كده في الجهاز الهيكل الاداري للدوله. كل حاجة في مصر بتنطق تاريخ. بالظبط. وعايزين نقول مفيش حد زي ما هو، مفيش حد زينا بصراحة. ولا في حد هيبقى زينا، ولا في حد ينفع يبقى زينا في أي مجال، في أي مجال. طيب أنا يجي في بالي مثلا إنه النهاردة علشان إحنا بنشتغل على أكتر من حصلة زراعية وأكتر من منتج، والحمد لله عمالين بنفتح في أسواق تصديرية. يعني أنا الحقيقة انبسطت قوي لما قلت لي ده إحنا رحنا نبيع المية في حارة السقايين، فبنبيع لأكبر منتج برتقان في العالم وأكبر مصدر برتقان في العالم. أكيد بيبقى في حاجات اللي بيسموها إيه المستخبية اللي لسه ما طلعتش، فدي اللي أنت هتقولها لي. هو احنا في الفترة ديت اخر 3 سنين دولت فتحنا 55 سوق جديد لحصلاتنا الزراعية. وفي الوضع الحالي احنا بنحاول وبنتفاوض مع دول عشان نفتح اسواق اكتر. فاحنا عندنا مثلا محصول مهم جدا زي التمر، احنا مع الصين دلوقتي في مفاوضات، خلصنا المفاوضات وفتحنا السوق بالفعل، لكن لسه ما بدأش وما توقعش البروتوكول عشان خاطر ابدأ اصدر شحنات فعلية الرمان. التمور للصين والرمان البرحي والمجدول. بالظبط كده، احنا اكبر مزارع نخيل موجودة في مصر، اكبر كمية نخيل مزروعة موجودة في مصر. عندنا انتاج كبير جدا، وعندنا مشروع جديد بزراعه 2.5 مليون فسيله نخيل في توشكا وفي شرق العراق. برحي ومجدول برضو ولا بقى زغلول؟ لا، الاتجاه دلوقتي للبرحي والزغلول، لان العائد بتاعهم كبير جدا. يعني لك ان تتخيل ان مثلا كيلو المجدول بره بيتباع من 11 ل 17 دولار كيلو. برضه مش عاوز ابطل انتج البلح بتاعي بتاع صغير. هو موجود ده. هو موجود في المناطق القديمه، لكن انا لما هنشئ مزرعه جديده فلازم اشوف العائد بتاعها قد ايه. لكن انا مش هشيل المزارع القديمه اللي موجوده عندي، بالفعل هي موجوده وبالفعل هي مستغله، لكن العائد بتاعها مش هيبقى زي ما انشئ مزرعه جديده. هبقى محتاج منها عائد كبير. كيلو البلح البرحي الشجرة نفسها بتدي انتاج كبير، ممكن توصل ل 300 كيلو الشجرة الواحدة. فجيب لي عائد. بس ده النخل القصير الجديد اللي احنا بنشوفه خلال السنين ما هو الفترة. كل ده نتيجة من تربية النبات واختيار اصناف جديدة، بقدر ان انا انتخب منها الصفات الكويسة. و انت سامع اللي انا سامعه؟ انا سمعت. انا مضطر اقطع. انا برضه سمعت. انا سامع كده بره غالبا كده جبنا جون. لا انا عايز زمايلي في الكنترول يلغوني، انا مش عايزكم تبقوا قاعدين. واحنا دخلنا جول والعيال عندنا فوق ما سابوني ولا ايه؟ ابو جبل صد واحده. هو انتوا ليه عندكم ديلي يا نديم؟ بص شوف انا سالته السؤال، شوف انا سالت نديم السؤال ما ردش عليا، سابني ومشي. الله ده انت جبار يا اخي. طب ايه احنا لحد دلوقتي بنلعب ضربات جزاء؟ احنا بقى ايه 1-1؟ 2-1 ليهم. الجول ده يتحسب باتنين، بالطول بالعرض يتحسب باتنين. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. لغوني كده والنبي الله يخليكم، مش احنا عايزين على اعصابنا انا استاذ النبي الله يخليكم، يعني احنا حبايبكم برضو يعني ضيفنا وانا ضيفه يعني مش كده. طيب هرجع بقى هكمل، كنا بنتكلم على، كنت بقول لك ان عارف ان ده النخل الصغير اللي هو اللي انا بقيت بشوفه خلال الكام سنه بالظبط دلوقتي. هو دلوقتي دوت مش في النخل الباسقات بتاع زمان. النخل ده كان بياخد وقت طويل جدا. دي في الاراضي القديمه. الاراضي القديمه ده بياخد وقت طويل جدا عبال ما يطرح الطرح بتاعه، والتلقيح بتاعه بيبقى صعب عشان خاطر حد لازم يطلع فوق للنخله فوق طالع النخل. بالظبط طالع النخل ده. المهنه دي ابتدت تندثر برده، ما بقاش موجود منها. بالظبط. يعني اتنين يا جماعه. فالوضع دلوقتي اتجاه كله للاصناف
اللي هي عليها بتجيب لي عائد كويس. بس هو انا ده بقى سؤال بجد والله قد يكون بره سياق التخصص جدا. هو النخل اللي هو البرح والمجنون ده بيطلع منه تمر بس لكن مش بلح ناكله؟ لا بلح طازه فاكهه يعني. بيطلع منه بلح طازه. بالنسبه للبرحي هو بيطلع منه هو بيتسوى اللي هو البلح الاصفر ده. الاصفر ده الاصفر صغير المسكر او ده ده البلح البرحي. انما المجدول بيتم بيتم تجفيفه شويه الفتره وبعد كده بيتباع. بيتسوى في العمر ده او في الحاله ديت احسن ما بيتسوى طازه. اوكي بس انا عايز يعني شويه كده بلح زغلول امهات سماني الحاجات قرطه بتاع الحاجات الجميله دي كلها نزود كده. والله شويه هو عشان ما ينقرضش بس ده خوفي بجد بقى. هو مش هينقرض لان احنا عندنا معظم الثروه النخليه بتاعتنا من الاصناف دي موجوده من زمان واحنا بس مش اكتر من احنا بنحافظ عليها. وعمري ما سمعت ان حد شال نخله او قلع نخله. محدش بيعمل كده خالص. لكن هو ممكن يحط نخل جديد يحط اصناف جديده لكن يزود. مش هيشيل القديم يزود بالظبط كده مش هيشيل القديم. وبرده الذوق والاستهلاك بقى يميل للحاجات دي اكتر للبلحي والمجدول اكتر لان هو القيمه الغذائيه بتاعتهم اعلى. اوكي فقلت لي بقى احنا بنبدا نشتغل مع الصين على تصدير تمور والرمان. احنا برضو بنبدا اشتغلنا رمان اسيوطي ده طبعا رمان منفلوطي والرمان الاسيوطي البلدي ده حاجه ملهاش حل. دي اسيوط من اكبر على فكره اسيوط مشهوره جدا الرمان الاسيوطي في دول زي العراق وفي البحرين ما بيطلبوش غيره. اسيوط دلوقتي مشهوره بالرمان وابو جبل وابو جبل ربنا شد حيلك يا ابو جبل ربنا يكرمنا ان شاء الله. برضو احنا بنتفاوض مع الدول بيبقى فيه حاجه اسمها تكنيكال فايل ملف فني. انا بجهز ملف الفني دوت وبقول والله انا بزرع المنتج دوت كل منتج له ملف فني بزرع المنتج ده في المناطق ديت وبيجي عليه الافات ديت وبطلع منه انتاجيات قد كده وبستخدمه او بجهزه وبصدره بالشكل الفلاني. الدوله بيروح لها الملف دوت وبتبدا تدرس الكلام اللي انا بعته لها دوت وبتبدا تتفاوض معايا تقول لي والله لا احنا مثلا عايزين نعرف الاماكن ديت تصور لنا هنا او احنا ننزل زياره في الاماكن ديت. وبنستقبل وفود كتير جدا عشان خاطر يجوا ويزوروا ويعملوا معاينه للحاجات اللي هم بصدد استيرادها قبل ما يستوردوها هنا ويطمنوا ان الاجراءات بتاعتنا سليمه ومظبوطه. عندنا دلوقتي احنا بنحاول نفتح ملف او سوق الموالح لامريكا. امريكا من اكبر الدول المنتجه للموالح في العالم وامريكا و في برتقال كاليفورنيا ده بلازينا. بس هم عندهم ازمات كتيره جدا في البرتقال وعندهم امراض اثرت على الانتاج بتاعهم فقل شويه والتصدير بتاعهم قل شويه فمحتاجين يستوردوا موالح. فاحنا بنتفاوض معاهم خلصنا تقريبا الملف الفني وبعتناه لهم وخلصوا هم دراسه الملف الفني باقي الاتفاق على بعض النقاط الفنيه الخاصه بالتبريد في الاسعار بالتبريد مجرد ما يجوا يعرفونا اشتراطاتهم في التبريد ايه بالظبط احنا ننفذها لهم وان شاء الله نفتح السوق الامريكي للموالح المصريه. انا عايز اشكرك جدا 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 على حلقه كانت بالنسبه لي مفيده وممتعه الى ابعد الحدود. يعني انا اللي اقنعني بموضوع الاستثمار الزراعي كان برضه استاذ محمد شيردي هو اللي قاعد عمال وبعدين بنفكر نعمل مزرعه فلفل. والله الفلفل له مستقبل كبير جدا. احنا بنصدر كميات فلفل كبيره. نخش في السكه لا خش هو الفلفل كمان اسعاره كويسه جدا بره. وفي بقى الزراعات التعاقديه لو قدرت ان انت توصل مع مثلا سلسله سوبر ماركت بره او مصنع بره بيستخدم لما ساعتها بقى لو احنا بدانا الاستثمار الزراعي نيجي لوزاره الزراعه بقول لكم وجهونا يا جماعه ان شاء الله. انا احب النظام قد عينيا. انا عايز اشكرك جدا 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 باشمهندس سيد عباس مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي المصري. كل الشكر ليك كل الشكر لوزاره الزراعه كل الشكر لكل من شارك في صناعة هذه الاستراتيجية شديدة التميز. بصوا يا جماعة حضراتكم عارفين احنا ما كسبناش الماتش. مبروك للسنغال 1,000,000,000 مبروك للسنغال. احنا كسبنا لعب حلو كسبنا فرقة هي الأقوى أقوى فرقة في وجهة نظر المتواضعة جدا في تاريخ الكرة المصرية وكسبنا فرقة مقاتلين مستقتلين. لعيب نزل متخيط بست غرز وبيلعب ومش همه حاجه. ابو جبل عمل اللي عليه تالت ومتلت. صلاح عمل اللي عمليه تالت ومتلت. النني عمل تالت ومتلت. انا مش عايز انسى اسامي حد بس احنا لعبنا حلو قوي. احنا هننزل وهنفرح وهنزقطط وبيب بيب ومصر والعلم وميت فل و14 وهنستقبلهم باذن الله في المطار استقبال الفاتحين. وبقول لك ألف مبروك لمصر على فارقها
وبرافو كيروش، برافو كيروش، برافو كيروش. فاصل فاصل، احنا مش خلصنا ولا ايه ولا ايه؟ الله فين كيمو؟ فاصل ونكمل الكلام. بتضحك على ايه يا يوسف؟ طبعا بضحك. احنا كسبنا، احنا ما خسرناش، والله ما بهزر. احنا كسبنا ان احنا شفنا اللعيبه بتوعنا مستقتلين قد ايه، احنا كسبنا ان احنا شفنا اللعيبه بتوعنا مهما كانت الاصابه قاعدين بيلعبوا وحوش في الملعب ما شاء الله، الله اكبر. احنا كسبنا ان احنا شفنا ابو جبل وهو واقف، يا جبل ما يهزك ريح، اوعى تزعل، اوعى تفتكر ان في حاجه جلت منك، انت عملت اللي عليك وزياده وتلت ومتلت و100 فل و4 تقسيط يا ابو جبل، هو فيه ايه؟ ما تروق كده. صلاح زعلان ومتضايق وما بص الصوره بتاعت ابو جبل وصلاح، ده جوز يشرفه، دول جوز يشرفه، يا خبر ابيض. الفرقه بتاعتنا كلها تشرف، كلها بدون استثناء، يا خبر ابيض. ايه يا جماعه؟ صلاح زعلان ولا تزعل ولا تتضايق يا عم صلاح، انت مش بس لعبت، انت كنت كابتن، كابتن زي ما الكتاب بيتقال، الكتاب بيقول قصدي كابتن. اللقطه بتاعت صلاح وهو بيتكلم مع ابو جبل وبيقول له اللعبه بتاعت مانيها هتبقى عامله ازاي وبتاع مش عارف، ده كابتن، مش مجرد لعيب شاطر ومتفوق ورياضي لامع وعالمي، ده كابتن شغال مع زمايله مع فرقته. ابو جبل واستقتاله في حراسه المرمى، صخور الدفاع المصريه وحوش. ابو جبل واخد احسن رجل في احسن لاعب في المباراه، صح؟ هو ده رجل الماتش يا جماعه، طبعا طبعا. يا خبر ابيض، كفاكم انه كل مصر، كل مصر اللي موجودين جوه حدود جمهوريه مصر العربيه واللي موجودين في بلاد اشقائنا في الخليج وفي كل العالم، اللي هجروا، اللي بيشتغلوا، الطلبه المصريين، كل مصر قاعده عماله قدام التلفزيونات، قاعدين عمالين بيتابعوا وبيشوفوا الماتش وبيتابعوك وبيشجعوك وبيحيوك لحد اخر لحظه، ومحدش زعلان منكم ولا سنتوفه قد كده، بل بالعكس ده انتوا فرحتونا. فوق كل ده الريس، ده الماتش خلص من هنا والريس ربنا يديله الصحه كتب على فيسبوك على طول بكل التحيه، شوف كده والله بجد، وبيحيي الكل. يعني خليني اقرا لك نصا اللي كتبه الرئيس على فيسبوك، شوف يا سيدي قال لك ايه. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية. لقد أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. ثقتنا بكم، ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله. إيه ده؟ بصوا مفيش تقدير كده، احنا كده كأنكم خدتوا البطولة. بس خد بالك بقى، الريس بيكلف بإذن الله بالصعود للمونديال، شدوا حيلكم يا رجالة، انتوا قدها وقدود، عملتوا اللي عليكم. احنا كجماهير النهاردة بنحتفل، بنحتفل بإيه؟ تاني بنحتفل بإن احنا عندنا وحوش اسمهم منتخب مصر لكرة القدم. استأذنكم، هو خلصت الحلقة لحد كده، ولو كاننا العمر نتقابل إن شاء الله بكرة بإذن الله في برنامجكم التاسعة، حالا يكون موجود معاكم بكريم رمزي ورقم 10. ادخل يا كيمو، أهو دخلت.